أسعد الله مساءكم مشاهدينا بكل خير، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج ما بعد المنتصف، يأتيكم مباشرة عبر الإخبارية التلفزيوني الجزائري وتتابعون في أبرز ملفاته اليوم. مستجدات الوضع في فلسطين المحتلة في ظل تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة. في ملف الطاقة سنتناول السياسة الطاقوية في الجزائر، الآفاق والتحديات والأهمية الاقتصادية لمشروع إنجاز محطة جديدة لتكرير البترول بحاسم سعود. برنامج ما بعد المنتصف يستضيف الناطق الرسمي باسم الخطوط الجوية الجزائرية للحديث عن الخط الجوي باريس جنات كخطوة لترقية السياحة الصحراوية بالجنوب الكبير. وفي ملف آخر نسلط الضوء على الخدمة الجديدة التي أطلقها بنك التنمية المحلية في إطار الرقمنة والشمول المالي، كما سيكون لنا في قطاع الفلاحة نقاش حول واقع الحمضيات في الجزائر، الإنتاج والآفاق. مشاهدينا، تفاصيل هذه المواضيع تتابعونها كاملة عقب النشرة المحلية مع زميلة صالحة محمد. من التلفزيون الجزائري النشرة المحلية، أهلا بكم. والمستهل من ولاية تندوف وفي إطار تحسين الوسطية الحضري وتقديم صورة جميلة للمدينة، تدعمت المدينة بمشاريع تهيئة حضرية متنوعة تشمل عصرانة الطرقات وشبكات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والإنارة العمومية داخل التجمعات السكنية. يقول عبد الله أبو رزولغ. تعبيد الطرق وربط التجمعات السكنية بشبكات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وكذا الإنارة العمومية، مشاريع تجريب وتيرة متسارعة بمدينة تندوف بهدف تحسين الوسط الحضري للمنطقة. إذا بالنسبة لحي 411 سكن و 328 سكن، كما قلت أنه عملية الإنارة العمومية شارفت على الانتهاء منها، وللإشارة فقط أن هذين الحيين قد استفادوا من جميع الشبكات، نذكر منها شبكة الصرف الصحي، شبكة المياه الصالحة للشرب، شبكة الكهرباء، شبكة الغاز. الدولة خصصت مبالغ كبيرة ومعتبرة في هذا المجال، سواء التهيئة الحضرية أو الشبكات المختلفة. مثلا على مستوى الصندوق تنمية مناطق الجنوب هناك عملية ب 800 مليون دينار جزائري. على مستوى القطاع الممركز تم تخصيص عدة عمليات، هناك عملية ب 200 غلاف مالي ب 200 مليون دينار جزائري، عملية أخرى كذلك ب 200 مليون دينار جزائري، وعملية أخرى ب 400 مليون دينار جزائري. من جهته أشاد مواطنو مدينة تندوف بهذه المشاريع التي اعتبروها إضافة نوعية من شأنها أن تدفع بالتنمية في كل مناطق الولاية. وهذا المجهود اللي مبذول زين، حتى عندنا الزفت والطرقان والنظافة وذا كامل الحمد لله زين، وفرحانين به المواطنين، وزين عندها ذا هو اللي راضيها وزين عندها الحمد لله. والشكر الجزيل لرئيس الجمهوريه والمديريه التعمير اللي راه يدير في الطرقات وراه يدير لنا في الاناره في هذا الحي. هذا الحي كان من الاحياء المنسيه والحمد لله رانا في تطور ملحوظ، ونشكر رئيس الجمهوريه. مشاريع حيويه بابعاد اقتصاديه واجتماعيه في سياق التنميه بمناطق الجنوب، والتي تهدف في الاساس الى فك العزله عن المناطق الحدوديه. شهدت مدينة البيض خلال السنوات الأخيرة تحسنا في المشهد الحضري من خلال تهيئة الفضاءات الجوارية التي كانت من أهم مطالب السكان بالمدينة. متابعة في الموضوع مع مينا العرج. مؤخرا استرجعت ولاية البيض بريقها الطبيعي بعد إعادة تهيئة المساحات الخضراء الحضارية، والتي كانت في وقت مضى من بين مطالب سكان المدينة. اليوم خمس فضاءات خضراء تحيط بجوانب المدينة، وساحة الحرية ستدخل حيز الخدمة في شهر رمضان المبارك.
حنا كانت منعدمه في البيض المساحات الخضراء ما كانتش كاينه كاع. من 2020 2021 22 كاين بدا انجاز مثلا نشوفوا على مستوى بلديه البيض كاين بزاف حدائق فتحت للاطفال متنفس للاطفال بحيث لاحظنا في الصيف هذا اللي فات شغل الناس لقاو وين يريحوا وين ديفو كان وصلوا العوال ديفو حتى للزوج تاع الليل تلقاهم مريحين مقصرين حتى بكري ما كانتش كاينه. ومن مطالب المواطنين ايضا انجاز مرافق ترفيهيه للشباب حيث شرعت مصالح البلدية في إنجاز 21 ملعبا جواريا مسلما وستدخل ثلاثة أخرى دائرة الاستغلال قريبا. هذه 21 وزعت منها أربعة على المناطق النائية اللي هي مكثر الذراع الأحمر مشرية الصغرى ووافق بالإضافة إلى حميدي بولانوار. باقي الملاعب الجوارية وزعت على الأحياء الحي فيهم الآخر. كاين ثلاثة في طور الإنجاز معناها قيد الاستلام وكاين اثنين مبرمجين وتمت الإجراءات الإدارية في انتظار انطلاق المشروع. وللمحافظة على هذه المرافق الشبانية والفضاءات العائلية سيشرف شباب المهيكل ضمن جمعيات المحلية على تسيير هذه المرافق. تقوم الجمعية الجزائرية لطب الأورام والعلاج بالأشعة بزيارات ميدانية إلى مختلف مراكز مكافحة السرطان عبر الوطن، خاصة تلك التي تتوفر على تجهيزات ومعدات طبية عالية الجودة الموجودة بمركز مكافحة السرطان ببشار، بهدف إعطاء دورات تكوينية لفائدة الأطباء الفيزيائيين المختصين في العلاج الإشعاعي حول أحدث التقنيات المستعملة في سبل علاج الأورام المستعصية بالمستشفيات. جويدة بابا أحمد. الطبي المتواصل في مجال العلاج بالأشعة لكل من الأورام والأمراض السرطانية هو ما ترمي إلى تحقيقه الجمعية الجزائرية لطب الأورام والعلاج بالأشعة فيها الميدانية لمختلف مراكز مكافحة السرطان عبر الوطن، واليوم كانت لولاية بشار حصة من برنامجها التكويني. احنا اليوم رانا نكونوا في الاطباء والفيزيائيين الطبيين ومشغلي الاجهزه على هذه التقنيات اللي هي تقنيه ليامبيرتي والفيمات. المصلحه هذه فيها بلاتو تكنيك يعني تري بيرفورمون، ايزون دي اكسليراتور لينيير دو تكنولوجي. فقد تلقى الأطباء الفيزيائيون خلال هذه التظاهرة العلمية كل التعليمات والإرشادات اللازمة للتحكم الجيد والفعال في مختلف أجهزة العلاج بالأشعة. توصلنا إلى يعني علاج دقيق، علاج نوعي بفضل الخبرات اللي قدموها لنا اليوم. إن شاء الله لو بلاتو تكنيك إلي إكسيبسيونيل. Très beau plateau technique qui n'a rien à envier au plateau technique européen. فمركز مكافحة السرطان ببشار من بين المؤسسات الاستشفائية المتخصصة التي تتوفر على جميع التجهيزات والمعدات الطبية التي تضمن تكفلا نوعيا وعلاجا فعالا لمرضى السرطان بالولاية والولاية المجاورة لها. ليبقى التكوين المستمر والمتواصل للطاقم الطبي هو الآخر أحد أعمدة الارتقاء بالعلاج الإشعاعي والكيميائي لهذه الأمراض الخبيثة. عمراننا ليس أطلالا وإبداعنا متوارث ومتجدد، ودار الثقافة مولود قاسم نايت بالقاسم بتسمسيلت أنموذج هي صرخ فني ومعرفي وثقافي تخضع لأشغال إعادة التهيئة والترميم لاسترجاع مرتاديها قريبا، يقول محمد ياسين نقاش. كان هذا هو مكانهم وفضاؤهم المفضل للقاء الأطفال وشباب من أجل تلقينهم أبجديات الفن بكل أنواعه. هي فضاء مهم دار ثقافة، وهي ملاذ لكثير من الفنانين ومتنفس لمنخرطين كبار وصغار. كاين فنانين وعندنا أطفال صغار كانوا يجوا، كانت عندنا ورشة متنوعة نديروا فيها الفنون الجميلة التشكيلية. احنا الميدان هذا الفني الموسيقي احنا رانا فيه، احنا ان شاء الله هذه البراعم باش ما ينساوش، يعني الولد اللي يكون يقرا هنا ولا البنت كدوا طروا ما متمرنش على الآلة تنسى، وإنما ماذا بيا إن شاء الله في أقرب وقت ترجع لنا
التحفه للبلاد. نتمنى ان شاء الله تعود لنا دار الثقافه، لانه هي الصرح الثقافي اللي كانت لامتنا، وهي صح دار ثقافه، هي دارنا اللي احتوتنا ملي كنا صغار، تربينا في دار ثقافه، لهذا رانا نقوم الان بنشاطات في المكتبه الوطنيه، لهم الشكر اكيد. منهم من توقف عن ممارسة هوايته ريثما يتم ترميم هذا الفضاء، فيما فضل آخرون عدم التوقف عن ممارسة ما يحبون رغم كل الظروف. احنا هنا يرانا في مقر الجمعية، رانا نريبيتو كيما يقولون ديبانو، باش ما يتوقفش العمل اللي رانا نطلعوا فيه هذا. بصح يعني المكان الخاص بالمسرح بالممثل لازم يكون عنده امكانيه. نعطيك مثال، تكون عندك مشهد تحتاج تريبيتي بالكليراج، تحتاج مشهد يكون يعني ثري. دار الثقافه يعني قبل لاميناجمون، حنا نتمناو يعني بعد لاميناجمون تكون فيها ايكيبمون مليحه، تكون فيها الكليراج اللي رانا حنايا متمنينها تكون، يعني ترتقي للمسارح. يعني للاسف الكليراج اللي كانت فيها ماهيش تاع المسرح. اليوم استفادت دار الثقافة من إعادة التهيئة والترميم لتعود بحلة أفضل مما كانت عليه. أشغال الترميم أو إعادة الاعتبار وتجهيزات دار الثقافة كان مسه غلاف مالي قدره 70 مليون دينار جزائري، مخصص لتهيئة وإعادة تجهيزات في نفس الوقت. دار ثقافة للولاية أو دار ثقافة مولود قاسم نيت بالقاسم، يعني هي من دور الثقافة الأوائل التي فتحت أبوابها على مستوى الوطن. إذن دار الثقافة تستعد بعد انتهاء الأشغال لاحتضان مرتديها وبكل ذلك الصخب والضجيج الفني الذي اعتادت عليه. بمناسبة الاحتفال بالسنة الأمازيغية، نظمت ولاية تيزي وزو معرضا خاصا بمناسبة يناير بدار الثقافة مولود معمري. الزوار اكتشفوا التنوع الثقافي الذي تزخر به الجزائر من خلال العارضين الذين شاركوا في هذه التظاهرة. المتابعة لمحمد ياسين نقاش. لطالما ارتبطت السنة الأمازيغية بالتفاؤل بسنة جديدة ملؤها الخير والبركة واجتماع العائلة على طبق تقليدي. في غالبية الأحيان يكون هذا الطبق طبق الكسكس بسبع بقول جافة. اللي نخدم سكسك الخفاف، نخدم سكسس ويزيض توجور تي غريفين أغرم قوران، كل يوم داش يخدم، كل يوم داش يخدم ما سكسس ويزيض وقي لا ويدنا. لما وليت سعيدة جينا نشاركوا مع أخواننا القبائل عادات وتقاليد. احنا نديرو في العام نديرو بركوكس، نديرو رفيس، نديرو بسس، نديرو كاع حاجه شغالات اللي انا جايبتهم. جينا لولايه المسيله لانه تعلمنا احنا من ابائنا ومن جدودنا انه الناير هو لم الشمل العادات والتقاليد، لم الشمل للجزائر للسنه الفلاحيه. هو معرض خاص بمناسبة يناير اكتشف من خلاله الزوار التنوع الثقافي الكبير الذي تسخر به الجزائر. ثورة زي كنت شفاد تحتفل مدن سينا يا نزلونا يا زيضة خمس كسوة كذا خمس قيث واشو تلسن مثورة غثان يفغد يفغد تنسولي تحتفل يسك تقني ايه اكن اكن يولم استمغاري وين سليز اكسبوزيسيون ثاني يغان ستون فات ناسيونال ذيني الهان على كل حال مخلف سي الجهة ورثايض لما انا تقريب كيفيسيا تريد يونيو سسوا تيزي وزو انا تروح زور باتنا انا تروح زور وهر انا صمتين انا وسعيده وسرد دي مارسي باش نشوف كاع لي تراديسيون العادات والتقاليد اش كي يا بلان دو تراديسيون كاين ان بو دو تو اي سورتو يا بليزيور ولايا لي جاو راهو كاع لور تراديسيون اي سي مانيفيك سلام اديو لي هنا اديو الخير يثمر فينا أتيلي الصافا أتيلي وين يلحن يثمر ثنا يوكن الشعب قلنا لا جينيراسيو قلنا ألقي من يثمر ثنسين يحزن واش اللي يترو هفاس ميس نكستا ورسا اسمي يرزني زقيرن هي عرقيب مارا شفحن تشارنوك ذنامة أتيلي نزوار سقفون الفايدة ذير ذن تيمزين دنفارينا
أشحال فرح ولون ما تجوجو ظنامة. ختام نشرتي المحلية لنهار اليوم، شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، السلام عليكم. من واقعنا برنامجكم الأرحب الأكثر صيتاً وتوصيلاً لانشغالاتكم واهتماماتكم وقضاياكم الاجتماعية. من واقعنا برنامج نصف شهري الأربعاء 55 دقيقة على القناة الثالثة الإخبارية. في عدد اليوم أردنا أن نتطرق إلى مؤسسات التنشئة والتكامل الوظيفي. في خضم هذا تأتي ضرورة الرؤية الكبرى، الرؤية التكاملية الكبرى، هو أننا حينما نعيش في مجتمع ينبغي أن تكون منظوماته متناغمة. لتكون مؤسسات التنشئة الاجتماعية متناغمة، سيكون المواطن متصالح مع ذاته ومع ربه ومع المجتمع. أبعاد الجمعة في الثانية زوالاً على القناة الثالثة الإخبارية. أهلا بكم مجددا في برنامج ما بعد المنتصف. في ملف القضية الفلسطينية، يدخل العدوان الصهيوني يومه 95 بمزيد من الجرائم ضد الإنسانية في ظل تواصل قوات الاحتلال الصهيوني قصفها المكثف وسط وجنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد العشرات خلال الساعات القليلة الماضية. مجدات الوضع في قطاع غزة وعن صمود المقاومة الفلسطينية، يحضر معنا أستاذ القانون الدولي دكتور نبيل كحلوش، أهلا وسهلا. مرحبا أستاذة أسماء، شكرا على الاستضافة. بحث في الدراسات الاستراتيجية لكل حال، وإن شاء الله سوف نحاول أن نقرأ يعني المستجدات في غزة من كل الزوايا، ومن بينها كذلك حتى القانون الدولي باعتبار أنه هناك الكثير من المستجدات. طيب دكتور نبيل كحلوش، اليوم 95 من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، بداية كيف تتابعون كباحث في الدراسات الاستراتيجية التطورات الميدانية على مستوى القطاع؟ ممتاز. إذا دققنا جيدا في سياسة الكيان الصهيوني الميدانية سنجد بأن تطوراته على المستوى الميداني متذبذبة جدا. لماذا؟ أولا هناك اختلاف كبير ما بين المستوى السياسي والمستوى العسكري. المستوى السياسي حدد أهدافا استراتيجية ولكن أكبر من قدرة الكيان نفسها. فعلى سبيل المثال نجد أنه مؤخرا كثر الكلام عن المرحلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة،
ثم كثر الكلام عن سحب 5 ألوية من قطاع غزة حتى يتم إدماجها فيما يسمى بالإنعاش الاقتصادي. ثم تكلموا كذلك عن محاولة توسيع الصراع حتى يكون إقليميا، بمعنى أنه خططهم العملياتية غير مدروسة تماما. هم في حالة ردة فعل وليس فعل. حاولوا أن يمسكوا زمام المبادرة أي القيادة الصهيونية، ولكن في الوقت نفسه كلما ظنوا بأنه قد أمسكوا زمام المبادرة تخرج معطيات ميدانية جديدة تعيدهم إلى مربع الصفر. فعلى سبيل المثال أعلنوا بأنهم قد سيطروا على شمال غزة، أعلنوا عن هذا منذ عدة أسابيع. البارحة ليلا رشقات صاروخية من شمال غزة ضد غلاف غزة وكذلك ضد تل أبيب. ما الذي يعني ذلك؟ يعني ببساطة يا إما التقارير الميدانية من داخل المعركة من قلب المعركة خاطئة، يا إما أن التصريحات السياسية كاذبة. وفي كلتا الحالتين هذا لا يصب في خانة الكيان الصهيوني. نمد مثال، هذا يؤكد التخبط الذي يعيش التخبط فيه على سبيل الكيان الصهيوني في هذه المرحلة. بالضبط. فعلى سبيل المثال أن نتكلم مثلا في الهدنة، كانوا يقولوا أنه خلاص أنا سيطرنا على شمال غزة وغير ذلك، ولكن أين تم تقديم المحتجزين؟ المحتجزين في إسرائيليين في ساحة فلسطين في قطاع أو في شمال قطاع غزة، أي في المنطقة التي كان يفترض أو يعلن الكيان الصهيوني بأنه يسيطر عليها. بعد ذلك في الأيام الأخيرة تكلموا عن المرحلة الثالثة، بأنه خلاص أنا سيطرنا. المرحلة الثالثة يعني إعادة تمركز القوات العسكرية على الميدان ثم سحب قوات أخرى. يعني لما نسحب قوات معينة فهذا يعني أننا قد أعلننا سيطرتنا على تلك المنطقة، فلا حاجة للكثير من القوات. البارحة فقط ليلا كما قلت رشقات صاروخية من قطاع غزة في الشمال بالضبط وليس في جنوبها. إذن هذا يعني لم يدمر القدرات الصاروخية والعسكرية للمقاومة، اثنين لم يسيطروا على الأرض، ثالثا لم يدمروا الأنفاق ولم يسيطروا على الأنفاق، بل حتى بعض الأنفاق التي أعلنوا بأنهم اكتشفوها هي أنفاق بين قوسين ميتة من الناحية العسكرية، يعني لا تستخدم أصلا، بل أكثر من ذلك أن المقاومة هي التي تفجر تلك الأنفاق. نعم. تتركها بمعنى أيضا أن الخطة التي يسير وفقها الكيان الصهيوني. نعم. هي خطة مكشوفة ومعروفة بالنسبة لرجال المقاومة الفلسطينية. بالضبط، لأنه الكيان الصهيوني كيف دخل المرحلة أو المعركة؟ دخل في المرحلة الأولى عن طريق ماذا؟ عن طريق القصف الجوي، لم يستخدم سلاح المشاة، استخدم وراح نقول لماذا استخدم فقط القصف الجوي في 3 أسابيع الأولى. بعد ما انتهت 3 أسابيع أعلن عن بداية الحرب البرية أي المرحلة الثانية. المرحلة الثانية تقتضي ماذا؟ تقتضي توغلا بريا مسنودا بقصف جوي، وهذا وضع الكيان الصهيوني في ورطتين، أن القصف الجوي تاعه هو نفسه الذي عطل من تحركاته البرية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الخطة البرية لا يمكن أن تكون جاهزة في 3 أسابيع، محال. فلذلك حتى قوات الاحتياطية التي ناداها الكيان الصهيوني 360 ألف احتياطي لم تستجب كلها للدعوة. الكثير من القوات الاحتياطية كانت في الخارج والكثير منهم رفضوا الدعوة، وأكثر من ذلك أنه حتى في 2018 وقبل 2018 كان يعاني، عندي دراسة درستها وجدت بأنه الكيان الصهيوني يعاني في قوات الاحتياط حتى قبل عملية طوفان الأقصى. فلذلك لما تخلى المرحلة الثانية مع من؟ مع جنود احتياطيين أغلبهم في العشرينيات ما يعرفوش حتى غزة من الداخل كيفاش دايرة. فلذلك لما دخل بهذا العدد الكثيف جعل من نفسه عرضة للهجمات من طرف المقاومة الفلسطينية. وهذا أضعف مخططاته أيضا. بالضبط، وهذا يمكن أن كذلك نقدم له مؤشر آخر، عدد الإصابات بنيران صديق كانت كثيرة. صحيح. ما الذي يعنيه هذا؟ يعني بأنه كان يدخل في معركة هو في حد ذاته ما يعرفش الميدان ديالها. إذن بالإضافة إلى عدم التفوق التكنولوجي. هو عنده تفوق تكنولوجي ولكن كاين معطيات ميدانية تلغي ذلك التفوق التكنولوجي، باعتبار أن الحرب في غزة أصبحت حرب شوارع، حرب عصابات. في العلوم العسكرية ما الذي نسميه هذا النوع من الحروب؟ ما الذي نسميها؟ نسميها بالحروب اللاتماثلية، لغير أسيمتريك، بمعنى أنه ما راهوش جيش نظامي ضد جيش نظامي، بل جيش نظامي بين جماعات مسلحة حركتها تكون زئبقية، تكون بإمكانها التترس، كذلك بإمكانها استخدام الأنفاق، الخروج من أي مكان، الضرب من أي مكان. فلذلك التفوق التكنولوجي يلغى. فلهذا لكي أعود لماذا وضع نفسه في مثل هذا الحرج، بدأ بالقصف الجوي ثم لما دخل بريا حصل، لأنه لما جاء أيزنكوت اللي هو عسكري كبير داخل الكيان الصهيوني في واحد الوقت قدم مفهوم جديد
للجيش الا وهو هو وغانتس على كل حال تفهموا على انه يبداوا يركزوا على قوات القوات الخاصة وعلى القوات الجوية. نعم. هذا الأمر هو الذي جعل من قوات المشاة بالنسبة للكيان الصهيوني تضعف شيئا فشيئا، وهذه كانت من بين النقاط التي أثارت جدلا استراتيجيا كبير داخل الكيان الصهيوني قبل 7 أكتوبر. يعني اللي كان يتبع ربما مسارهم الاستراتيجي وطريقة تفكيرهم كان يشوف الجدل الذي كان يثار، فلذلك اعتمادهم على القوات الخاصة وعلى سلاح الجو هو الذي جعلهم حينما يدخلون في المرحلة الثانية اللي هي القوات البرية يتلقون صعوبات، لا توجد خبرة. 2، لا توجد معلومات استخباراتية كافية. لماذا لا توجد معلومات استخباراتية كافية للمشاة حتى يسيروا المعركة على الميدان؟ لأنه ببساطة معركة طوفان الأقصى قبل أن تكون قامت بإحداث أكبر قدر من الثغرات الاستخباراتية والأمنية في الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني استخباراتهم بنية على 3 منظومات مختلفة. عنده منظومة أمان اللي هي شعبة الاستخبارات العسكرية، ثم عنده منظومة شباك اللي هي تاع الأمن العام، ثم عنده منظومة الموساد اللي هي الأشهر يعني في الإعلام تاعنا، الموساد المتعلقة بالمهام الخاصة. الموساد غالبا يعمل في الخارج. استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تؤسس لخلايا استخباراتية تخترق هذه المنظومة 3 لكي تجعلها فيما يسمى بالعمل الاستخباراتي. فكيان الصهيوني لما أصبح في عمل استخباراتي هو غير قادر على تحديد من أين تأتيه الضربة، ومن الذي يشن هذه الضربة، وما هو مدى هذه الضربة، وما هي مدة هذه الضربة. فلذلك لما دخل الحرب وهو أصلا خاسر الكثير من النقاط، أولها بدون معلومات، ثانيا بدون استعداد، ثالثا بدون تعبئة. لابد أن ننتبه أن أي دولة في العالم لما تجي تدخل في حرب تقوم بالتعبئة الشعبية. نعم. يعني حتى الشعب يكون جاهز، المؤسسات الاقتصادية تكون جاهزة، في حين أن الكيان الصهيوني يدخل الحرب مباشرة. نعم. بدون أي تعبئة، هذا هو الذي جعله في مثل هذه التخبطات الميدانية. طيب دكتور، قبل قليل أشرت خلال سياق حديثك. نعم. أن جيش الاحتلال الصهيوني دخل إلى المرحلة الثالثة من الحرب، وهو ما تم الإعلان عنه من طرف الكيان الصهيوني. ماذا نعني الدخول، أو ماذا نقصد بالدخول إلى المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة؟ ممتاز. هو يعلن عن بداية دخوله في المرحلة الثالثة، وأنا شخصيا في اعتباري مازال ما خرج من المرحلة الأولى، لأنه لم يحقق أي هدف من الأهداف التي أعلنها قبل أن يدخل في المرحلة الثانية. المرحلة الثانية للدخول البري، قبل ما يدير الدخول البري قام بإعلان أهداف، هذه الأهداف لم يحققها في المرحلة الأولى ولم يحققها في المرحلة الثانية، فكيف تخفنا؟ يعني هو يعني تغيير للخطة، هو تغيير الخطة السياسي أكثر منه تغيير الخطة. يعني هما في هكا يعني في رصانهم دخلوا المرحلة الثالثة وكذا، ولكن ميدانيا ما دخلوش وما خرجوا حتى من المرحلة الأولى. فلهذا المرحلة الثالثة ما الذي تعنيه؟ سحب بعض القوات وإعادة تمركزها. ولكن ما الذي يعنيه أن نسحب قوات معينة ونعيد تمركزها؟ بمعنى أننا قد سيطرنا وقد حققنا أهداف الحرب. نعم. لهذا فإن الكثير من الناقدين الإسرائيليين لأداء الحكومة، حكومة الطوارئ هذه، يقولون بأن الحكومة حينما أعلنت المرحلة الثالثة فهي تعلن عن انسحاب ولكن بصيغة أخرى. يعني هم يقول بلي حندخل المرحلة الثالثة، يعني أنا حققنا أهداف على المرحلة الأولى. نعم. وحققنا أهداف المرحلة الثانية. أوكي، مادام دخلت المرحلة الثالثة أهدافك لابد أن تكون محققة. نعم. ولكن ما هي الأهداف التي حققتها؟ لابد أن نضع إذن جدولا ذو خانتين. لا يفرض أي هدف بدليل أن الرهائن القوة العسكرية فشلت في استرجاع الرهائن. بإمكاننا أن نقيم الأمور وفق جدول فيه خانتين. قال عندنا في الخانة الأولى الأهداف، الخانة الثانية المنجزات. فلنقرأ الخانة الأولى. أعلنوا أولا عن استرجاع كما يسمونهم الرهائن، استرجاع الرهائن. وإن كان حتى أصحح بعض المصطلحات، الرهينة يقال لما جماعة إرهابية معينة تأخذ شخص وتطالب بالفدية. المقاومة الفلسطينية بالعكس مش فقط لم تطالب بفدية، بل أصلا هي قدمت هؤلاء المحتجزين المدنيين مجانا وقالت لهم خذوهم لاعتبارات إنسانية. هي احتفظت فقط بالعسكريين كأسرى. صحيح. يعني فرق بين الرهائن وما بين الأسرى. هما في حالة حرب، فلذلك الجنود الصهاينة اللي رام عند المقاومة الفلسطينية يسمون بالأسرى. أما الآخرون يعني المدنيون فلم يكونوا أصلا في من بين أهداف المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر. لا. المدنيون كانوا عبارة عن
محتجزين لدى المدنيين الفلسطينيين اللي بسبب الغضب دخلوا كذلك المستوطنات وأخذوهم معهم، ثم قامت المقاومة الفلسطينية باسترجاعهم أولا حتى يكونوا ورقة سياسية من جهة، وثانيا حتى لا يتم إحراجهم مع الرأي العام سواء المحلي أو الدولي. صحيح. إذن فوضعوا إذن أول هدف اللي هو استرجاع المحتجزين، ثاني هدف وضعوه هو القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، الهدف الثالث قالوا أيضا إزاحة حماس من السلطة السياسية. ثم كان هناك هدف ولكن تم التلاعب بالتعبير عنه اللي هو التهجير القسري الفلسطينيين. صحيح. لما شافوا باللي محال يوصلوا إلى هذه المرحلة لأنه حتى حلفائهم لم يقبلوها، تركوا هذه الكلمة على التهجير، تركوها فقط للإعلاميين توهم، ولكن هم يعني في قناعتهم السياسية من بين مشاريعهم التهجير التام. وهذا هو اللي تكلم عليه وزير المالية تاعهم سموتريتش، هذا هو اللي تكلم عليه بانكفير وزير الأمن القومي وغيره، فلذلك أصلا من أهدافهم. إذن لما نحطوا هذه الأهداف نروح للمنجزات، هل هناك تهجير قسري للفلسطينيين خارج غزة؟ لم يتحقق، خاصة أنه فيه ردود أفعال يعني رافضة شكلا ومضمونا لهذا التهجير القسري. وحتى الجزائر في مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة إن شاء الله عندها جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي ضد التهجير القسري، وسوف تتطابق هذه الجلسة الجزائرية مع جلسة الاستماع في محكمة العدل الدولية بعد الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا. فجنوب إفريقيا والجزائر حاليا بكل صراحة دولتين الوحيدتين ربما من خارج آسيا وربما حتى في العالم اللتان تحرجان الكيان الصهيوني في المؤسسات الدولية القانونية. صحيح. والسياسية على حد سواء، يعني إفريقيا التي راهن الكيان الصهيوني أن يتوغلها كعضو ملاحظ ومراقب في الاتحاد الإفريقي أصبحت هي أول من يرافع ضده. إذن وضعوا الكيان الصهيوني التهجير لم يحققه، استرجاع المحتجزين لم يحققه، تدمير القوات العسكرية لحماس لم يحققه، تدمير الأنفاق لم يكتشف ولا نفق، لما اكتشف نفق واحد وين؟ في شمال غزة، هذاك النفق داخل حتى إلى غاية المستوطنات الصهيونية. نعم. يعني نستطيع القول فضيحة إعلامية وفضيحة استخباراتية أنه عندك نفق فيه قداش من كيلومتر تحت الأرض وانت هذا وين اكتشفته. إذن هناك الكثير من الأهداف التي وضعوها لم يحققوا منها، بل أكثر من ذلك أن هذين المحتجزين لم يخفقوا فقط في استرجاعهم بل وتسببوا في مقتلهم، يعني يعني أصبح هدف عكسي. إعلان عنه من طرف الكيان الصهيوني أنه تم قتل المحتجزين بالخطأ، لأن تم إحراجه من طرف الإعلام العسكري لحركة حماس. لابد أن ننتبه أن التوثيق، وبالطبع هذا ميدانكم كإعلاميين تدركون جيدا بأنه سلاح ذو حدين، التوثيق إن كان صحيحا بإمكانه أن يؤدي إلى إحراج الخصم، وإن لم يكن التوثيق وكان غائبا قد يعني يحول قضيتنا من قضية عادلة ربما إلى قضية خاطئة بحكم أن الدعاية الصهيونية كبيرة جدا على المستوى الإعلامي. نعم دكتور، المقاومة الفلسطينية تواصل إحراج الكيان الصهيوني، تواصل التصدي للعدوان الصهيوني تارة باستهداف آليات الاحتلال المتوغلة برا في القطاع المحاصر، وتارة أخرى بإطلاق رشقات صاروخية. نعم. تستهدف تجمعات سكنية. هنا نتحدث عن أهمية هذا الصمود وانعكاسه. نعم. على الكيان الصهيوني الآن. ممتاز، هناك انعكاسين أو ثلاث انعكاسات دعني أقول، هناك الانعكاس العسكري وهناك الانعكاس النفسي وهناك الانعكاس الاقتصادي. نعم. يعني لهذا الصمود الذي تحلت به المقاومة الفلسطينية عموما. أولا نبدأ بالانعكاس العسكري. أولا عدنا آلاف المعاقين في الجيش الصهيوني، هناك آلاف القتلى وليس فقط بضع مئات القتلى كما يروجون لهم. نعم. هناك تدمير لما يقارب الألف آلية عسكرية صهيونية موثقة، هذه فقط الموثقة. ألف آلية عسكرية، كل آلية تحمل على الأقل عشرة أفراد، إذا ما حملتش أصلا تحمل مثلا أربع خمس أفراد. هناك تدمير كلي وجزئي بالطبع. عسكريا هناك عدم قدرة على التوغل العسكري وضعف الأداء القتالي بالنسبة للصهاينة. هناك كذلك تقدم بالنسبة للمقاومة الفلسطينية في محاور كان يظن الكيان الصهيوني أنه يسيطر عليها، وأكثرها في شمال غزة. لم يستطع ذلك. إذن فمن الناحية العسكرية هذا الصمود جعل من الكيان الصهيوني مضطرب جدا. هناك إقالات داخل الجيش الصهيوني، هناك البارحة مثلا تم الإعلان عن مقتل نقيب، مش مقتل بل
وفاته إثر سكتة قلبية بحكم أنه لم يتحمل المشاهد التي رآها في قطاع غزة لما تمت إبادة كتيبة كاملة تابعة له. فلذلك لابد أن ننتبه جيدا لهذه التحولات داخل الجيش الصهيوني. وهذه التأثيرات أيضا. التأثيرات هناك معدل تقريبا وفق بعض الإحصائيات التي قرأتها معدل تاع 18 جندي كل يوم لابد أن يزور طبيب النفسي، بمعنى أنهم ببساطة قد أقحموا أنفسهم في مقصلة، هم الآن ينتحرون ببطء من الناحية العسكرية داخل قطاع غزة. نحن لا ننفي بأنهم قد تسببوا بخسائر تجاوزت 61% من البنى التحتية لقطاع غزة، لا ننكر بأنهم قد تسببوا في استشهاد ما يقارب 30,000، إصابة ما يقارب 60,000، على بكل معنى 30,000 بمعنى 1% من سكان قطاع غزة تمت إبادتهم، وهذه إبادة جماعية. وعلى إثر هذه الإبادة الجماعية رفعت الدعوة القضائية من جنوب إفريقيا. فلذلك في استهداف أيضا واضح للأطفال، للأطفال للأطقم الصحفية. ممتاز، يعني الأطقم الصحفية، وقد تكلم السيد رئيس الجمهورية واستخدم هذا المصطلح ربما هو الوحيد الذي قاله. قال الاغتيال العمدي أو الاستهداف المقصود، بمعنى أنه هذه مش رصاصة خاطئة أو طائشة، وإنما استهداف مقصود. ممنهج. ما الذي يعنيه ذلك؟ يعني ببساطة استهداف الكلمة والصورة والمصداقية والموضوعية. بالضبط. إذن فالحرب الإعلامية الآن حينما انهزم فيها الكيان الصهيوني تحول إلى القتل المباشر للصحفيين. إذن كما قلت هذه من الناحية العسكرية. الانعكاس الثاني لصمود المقاومة على المستوى الاقتصادي كان عميق جدا. أولا ارتفاع تكلفة الشحن، شحن البضائع بعشرة أضعاف على الأقل في 3 أشهر. اثنين، هناك تضخم كبير داخل الكيان الصهيوني، بعض السلع ارتفعت بأكثر من 30%، سلع أخرى أصبحت غير موجودة نهائيا. ثالثا، هناك الكثير من شركات الشحن العالمية وبالأخص التايوانية وكذلك البريطانية والفرنسية والدنماركية انسحبت تماما من البحر الأحمر، انسحبت من شحن البضائع نحو الكيان الصهيوني. من الناحية الاقتصادية دوما هناك أكثر من 58 مليار دولار كتكلفة خسائر أو تكلفة لخسائر الحرب، وهناك 14 مليار دولار متوقعة أن تكون في بداية هذا 2024. هناك إذن أكثر من 7 مليار دولار كانت خسائر فقط في التأمينات. هناك 250 مليون دولار يصرفها الكيان الصهيوني يوميا على النزوح الداخلي، بلا ما ننسوا مئات الآلاف من الصهاينة الذين غادروا وهربوا من الكيان الصهيوني في هجرة عكسية. بمعنى أن من الناحية الاقتصادية هناك انهيار كبير بالنسبة للكيان الصهيوني، عنده انكماش اقتصادي يقدر ب 11%، احنا شفناها فقط في 2020 في وقت الكورونا. بمعنى أنه 3 أشهر من الحرب استطاعت أن تجعل من الاقتصاد الصهيوني يتأثر أكثر من سنتين من الكورونا. هي خسائر ميدانية عسكرية إعلامية واقتصادية. نعم، والآن كذلك حتى نفسية، نفسية بحكم أنه اليوم الأزمات التي يتعرض إليها بالضبط. جنود الاحتلال الصهيوني، جنود الاحتلال ما حتى من حيث الشعب الصهيوني في حد ذاته. نتكلم عن الانعكاس النفسي، كيف أصبح الآن الشعب الإسرائيلي؟ الكثيرون منهم أصبحوا هم متعاطفون مع غزة، الكثيرون منهم أصبحوا يشككون في الخطاب الرسمي. المعارضة بقيادة يائر لابيد أصبحت أكثر شراسة ضد حكومة نتنياهو، وأصبحت تسميها بحكومة كارثية أو كارثة وطنية وليست فقط حكومة، بمعنى أنه هذا الانعكاس النفسي لصمود المقاومة هو الذي جعل من القنبلة تنتقل من غزة وتنفجر داخل تل أبيب. الانفجارات تاع القنابل فعلا تنفجر في غزة، ولكن هي قنابل مادية. ولكن القنابل النفسية والسياسية أصبحت تفجر داخل تل أبيب، بحيث أن الكيان الصهيوني أصبح مهدد أصلا داخليا ووجوديا. نعم. بالمقابل دكتور نبيل كحلوش، الأرقام تشير إلى أن أكثر من 10,000 طفل يوميا يفقدون أحد أطرافهم جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر. أين المواثيق واللوائح الدولية، ولماذا يواصل المجتمع الدولي صمته؟ والله السؤال هذا متعلق بالمنظومة الدولية التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية. بعد الحرب العالمية الثانية للأسف العالم توجه إلى توجه مختل جدا، حيث أنه قد حصر الأمن العالمي في 5 دول عندها حق الفيتو: روسيا، أمريكا، الصين، بريطانيا وفرنسا. بالله علينا، إذا فكرنا مثلا من الناحية المنطقية فقط، نأخذ فرنسا 67 مليون نسمة وهي دولة نووية عندها حق الفيتو وعندها الحق باش تحدد المصير الأمني تاع شعوب معينة، بينما مثلا الهند 1.3 مليار نسمة كذلك دولة نووية ما عندهاش مقعد دائم. نأخذ مثلا 1.5 مليار نسمة اللي هي تعداد تاع قارة إفريقيا، 55 دولة
في الاتحاد الافريقي ما عندهاش مقعد ولو واحد دائم في مجلس الامن الدولي. باكستان اكثر من 200 مليون نسمه، دوله نوويه ما عندهاش مقعد دائم في مجلس الامن الدولي. ونجد انه دول اخرى اصغر من هذه الشعوب عندها حق تقرير المصير الامني للشعوب الاخرى. هنا نتحدث عن الهيمنه ربما. هنا نتكلم على الهيمنه ونتكلم كذلك على نوع من العبثيه بكل صراحه، لانه هذه عبثيه باتم معنى الكلمه. شعوب ما تقدرش تقرر مصيرها الامني، تجي شعوب اخرى قال اذا اتفقنا نوقف اطلاق النار نوقفوا، اذا ما اتفقناش يبقوا الناس يموتوا. هذا ببساطه عبث وكانه مسرحيه هزليه على مسرح الامن الدولي. لهذا الجزائر رافعت منذ سنوات عدة على كل حال من أجل توسيع التمثيل في مجلس الأمن الدولي اللي عنده حق الفيتو. عدنا 5 دول معليش، وعدنا 10 دول أخرى ذات مقاعد مؤقتة. المفروض أن الخمس دول هذه ما تبقاش 5 دول، لأنه محال منطقيا أن نختزل أكثر من 190 دولة في العالم في 5 دول فقط. هذا أولا يمس بأمنها ويجعل من الأمن عرضة للمساومة السياسية. وإلا لو تدرج لنا الولايات المتحدة الأمريكية ما هي أسبابها التي جعلتها تقف في وجه وقف إطلاق النار في غزة، فأسبابها كلها واهية. عندهم سبب واحد فقط يسترزقوا به، ما هو؟ لو نوقف الحرب فإن حماس سوف تقوم بالسيناريو نفسه تاع 7 أكتوبر. بمعنى أن كل هذا القرارات مبنية على بين قوسين كما نقول احنا بالدرجة التوسويس. نعم، فرضيات. فرضيات وفرضيات مضللة، لأنه كاين نوعين من الفرضيات. هناك الفرضية العلمية اللي نقدروا نتأكدوا منها ولكن تكون عندها صياغة علمية، وهناك الافتراضات المضللة، يعني مش حتى فرضية، افتراض مضلل. والعالم يشاهد جرائم الإبادة، جرائم ضد الإنسانية، الجرائم فيما يخص العمليات التي على ذكر جريمة تحدث الإنسانية. للأطفال بدون يعني تخدير. يعني كل هذه المشاهد لم تؤثر في مجلس الأمن للأسف، لأن مجلس الأمن قد تعود على بك من ناحية النفسية، كان حاجة اسمه التعود أو مرض الألفة. لما الإنسان يألف شيئا حتى وإن كان خاطئا أو حتى الدفاع عن مصالحه، هم اعتادوا على هذه المظاهر. شافوا السودان حرب، مالي كانت في حرب، النيجر كانت في حرب، الحروب في إفريقيا، الحروب في آسيا. لما اعتادوا على مشاهد الدمار وكأنهم نساو بلي عندهم مسؤوليات قانونية مش فقط مسؤوليات أخلاقية. فلذلك من بين البيانات الأولى التي أصدرتها الجزائر لما بدأت الحرب أو العدوان الصهيوني في غزة، قالت الجزائر في إحدى بياناتها نحن نناشد الضمير العالمي. يعني خلاص فقدنا الأمل في المؤسسات، في المواثيق، فقدنا الأمل في المواثيق، في الدول، في الأشقاء أو يسمى بأشقاء، في الجيران الذين يسمون بجيران، بقالنا فقط الضمير العالمي إذا ما زال الإنسانية ضمير للأسف. وهذا شيء يفكرني بكتاب هام جدا وأنصح بقراءته لأنه راح يفهمنا الكثير من الأحداث، اسمه اختفاء الكائن البشري للكاتب الأمريكي باري ساندرز. اختفاء الكائن البشري، أرواح غافلة. هذا الكتاب هام جدا لأنه يفسر كيف أن اعتياد الناس على الجرائم وعلى مشاهد الحرب يجعلهم غير قادرين على الاستجابة بشكل. حتى في العديد من المنظمات الدولية، الأونروا كانت قد أعلنت أن عدد ضحايا عدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع من موظفيها هو الأعلى في تاريخ المنظمة الدولية. يعني في العديد من المشاهد الموثقة من الجرائم بدون تحرك لا من مجلس الأمن ولا من المنظمات الدولية. هذا على لهذا السبب قلت لك السؤال تاعك خطير في البداية، لأنه السؤال متعلق بالنظام الدولي مش فقط بالكيان الصهيوني ومش فقط بالنظام الدولي. منذ الحرب العالمية الثانية أو منذ نهاية الحرب العالمية الثانية هذا النظام الدولي تأسس على هذه الأسس خطيرة جدا من الناحية الفلسفية ومن الناحية المؤسساتية. من الناحية الفلسفية تأسس على أولوية القوة على القانون، وهذا خطأ كبير جدا. من ناحية الفلسفية تأسس على الرابطة القومية أكثر من الرابطة الإنسانية، بينما من ناحية المؤسساتية تأسس على حصرية الأمن في 5 دول عندها حق الفيتو، بدلا من أن يكون الأمن منتشرا. بمعنى أنه يكون الأمن القرارات الأمنية تكون منتشرة بين الدول سواء بالإجماع أو بالتوافق أو بالتصويت، ما يهمش، ولكن على الأقل ما تكونش عندنا دولة واحدة لو كانت تستخدم حق الفيتو خلاص العالم راح فيها. لذا كان أخطاء كبيرة من ناحية المؤسساتية. لذلك أرى بأنه مهمة الجزائر اليوم في مجلس الأمن الدولي راح تكون ربما من أكبر المهام الدبلوماسية الجزائر منذ استقلالها إلى اليوم. لأنه اليوم الجزائر تعيش في مرحلة من الناحية الدولية ما بين الأحادية وبين التوجه نحو التعددية القطبية. بمعنى أنه راهي مرحلة حرجة جدا، يعني أخطر مرحلة دبلوماسية تمر فيها الجزائر المستقلة هي هذه بالضبط، بين التوازن
ما بين مبادئ الدولة الجزائرية وبين المتطلبات الواقعية للعالم الخارجي اللي هو فوضوي وشرس جدا بأتم معنى الكلمة. فلذلك المهام راح تكون شاقة جدا. وين في مجلس الأمن الدولي؟ يعني وين تصنع فيه الكثير من القرارات والسياسات الخطيرة جدا؟ الممثل الدائم لهيئة الأمم المتحدة، ممثل الجزائر الدائم لهيئة الأمم المتحدة، أعلن أنه الجزائر مع القضايا العادلة من مجلس الأمن الدولي، مش سهلة. وأيضا أنه الدفاع على قضايا التحرش تواصل الجزائر. نعم. يعني المضيف في هذا المسار. والله يا أستاذة أسماء، في وقت أصبحت فيه الدول تبيع وتشري ذمامها، وأصبحت هناك دول تحطم وتدمر لمجرد قرار اقتصادي واحد. نعم. كان سيضر بمصالح دول أخرى، باش تقول الدولة الجزائرية كلام مثل هذا وين؟ في مجلس الأمن الدولي، مش قال مثلا في الإعلام أو قال مثلا في مؤسسة داخل الوطن. نعم. بل في مجلس الأمن الدولي، بمعنى أنه ببساطة الجزائر تعرف جيدا ما هي خطتها وتدرك جيدا ما هي التوازنات، متمسكة بمبادئها، متمسكة أيضا. لأنه هذا هو الزمن اللي أنا عايشين فيه، زمن ببساطة انهيار القيم الإنسانية، مش فقط حتى القيم الوطنية، انهيار القيم الإنسانية. إذن حتى أعود إلى ما تطرقت إليه، أكثر من 10,000 طفل تمت إبادتهم، نحن الآن أمام جرائم إبادة وكذلك جرائم ضد الإنسانية. جرائم الإبادة كما تنص عليها المادة 6 من قانون روما، وجرائم ضد الإنسانية كما تنص عليها المادة 8. نعطي مثال صغير، احنا قطاع غزة عنده شحال من سنة هو في حصار، لا غذاء لا دواء، حتى التعاملات المالية لازم يجوز يقبل على الصهاينة، ومساعدات الإنسانية في تقلص كبير، في تقلص كبير. في المادة 25، عفوا في الفقرة 25 من المادة 8 من نظام روما الأساسي، يتكلم على أن هذا الحصار لوحده هو المقاطعة أو قطع الغذاء والدواء، يعتبر جريمة ضد الإنسانية. هذه لوحدها جريمة ضد الإنسانية، فما بالك لا غذاء لا دواء لا وقود لا مساعدات إنسانية، استعمال وأكثر من ذلك المحظورة دوليا بالضبط، وأكثر من ذلك القصف، وأكثر من ذلك حصار. يعني غزة دايرين لهذاك السياج، سياج العار أو الجدار الفاصل، الجدار العار، لأنه حتى ربي سبحانه قال بلي لن يقاتل، يعني ما يقاتلوناش إلا من وراء جدر. فلذلك حصار بجدار، وأكثر من ذلك مقاطعة تامة، يعني ما عندهم حتى شيء. ثم يقول لك نتنياهو أننا نستخدم سيلف ديفنس، أو الدفاع عن النفس. وراء الدفاع عن النفس وكان أكثر من 20,000، هناك 30,000 شهيد قتيل، دمار تاع 61% البنى التحتية. فلذلك أعتقد بأنه كيان صهيوني ورط نفسه اليوم، تعرفي مع من؟ مع حلفائه أنفسه. الأزمة الإنسانية تدخل مرحلة كما قلتم هي الأقصى في تاريخ القطاع المحاصر منذ أزيد من 17 عاما. محكمة العدل الدولية تعقد هذا الأسبوع جلسة للنظر في قضية رفعتها جنوب أفريقيا، تتهم فيها الكيان بارتكاب جرائم إبادة جماعية. ما هي السيناريوهات المحتملة دكتور نبيل الكحلوش؟ إذا كان العالم يحترم نفسه، فإن السيناريو المحتمل هو إدانة الكيان الصهيوني. هذا إذا كان العالم يحترم شوية نفسه، وما زالت كما قالت الدولة الجزائرية الضمير، يمكن أن نرى ذلك في أول جلسة من هذه الجلسات. لا، الجلسة الأولى تكون الاستماع فقط، ولكن راح نقدم بصفة مقربة من الذي قد يحدث. أولا، اعتمدت جنوب إفريقيا في دعواها على المادة 6 التي تعرف الإبادة الجماعية، أوكي، ورفعت القضية في محكمة العدل الدولية وليس في الجنائية الدولية. الجنائية الدولية لا تعترف بها تل أبيب، ولكن تعترف تل أبيب بمحكمة العدل الدولية. هذا أول خطأ قاموا به، أنهم اعترفوا بواحد منهم. اثنين، محكمة العدل الدولية تختص بالدول ولا تختص بالنزاعات بين الأفراد، الجنائية الدولية تروح للأفراد. الآن بين الدول، لأنه أنا حاب أجيب على واحد السؤال طرحه الكثير عليه، الجزائر ما رفعتش دعوة ضد كيان صهيوني ما دام جزائر تناصر فلسطين، ما تقدرش، لأنه بس الجزائر لا تعترف بكيان صهيوني، بينما محكمة العدل الدولية لازم تكون صفة قائمة بين المتنازعين. جنوب إفريقيا تعترف بالكيان الصهيوني باللي دولة، فلذلك رفعت عليه الدعوة مباشرة. بمعنى أنه دولة ضد دولة وفق تعريفة محكمة العدل الدولية. الجزائر لا تعترف بالكيان الصهيوني، فما تقدرش. جهود الجزائر تمثلت في الندوة الدولية التي احتضنتها داخل الجزائر في تشكيل فريق واحد من القضاة والقانونيين. ممتاز، احتضان الجزائر للقضاة والقانونيين ودارت صدى كبير عالميا. وهناك المجهود الثاني، ما هو؟ أنه
راح يكون هناك توافق زمني بين الجلسة الأولى للاستماع في محكمة العدل الدولية وبين الجلسة الطارئة للجزائر في مجلس الأمن الدولي. فلذلك الجزائر راح تكاتف جنوب إفريقيا تماما، قال أنتم اهتموا بالجانب القانوني وإحنا رانا في الجانب السياسي. بهذا الشكل يكون الضغط في يوم واحد الكيان الصهيوني قانونيا وسياسيا. إذا كما قلنا أن اعتمدت جنوب إفريقيا في دعواها على المادة السادسة. المادة السادسة من نظام رومان ما الذي تقوله؟ أنه الإبادة الجماعية تكون إما بالقتل أو كذلك بإلحاق ضرر جسيم، هذه في الفقرة الثانية من المادة السادسة، إلحاق ضرر جسيم تبعين مليح جسميا أو عقليا بأفراد الجماعة كليا أو جزئيا، بمعنى أنه حتى الأضرار النفسية اللي شفناهم تاع الأطفال الصغار راح تكون مدرجة في الدعوة، لأنه هذا يعتبر ضرر عقلي جسيم جدا. إذن هنا لما نتكلموا وفق المادة السادسة فإن الكيان الصهيوني راح يكون مدان، ولكن بتوفر شرطين اثنين: وجود نية الإبادة، اثنين وجود سلوك يثبت تلك النية. وهذا هو ربما الشيء الصعب اللي لقاته جنوب إفريقيا، أنه لازم تثبت النية بالكيان الصهيوني قال عنده نية في الإبادة. هنا نقدر نلقاو الحل. ما هو الحل؟ أنه ربي سبحانه عماهم، أنه هؤلاء القادة الصهاينة لما بدأوا الحرب وشوفوا رواحهم خلاص بدأوا يسيطروا، بدأوا يطلقون تصريحات تثبت هذه النية ونسوا بلي كاين قانون. تصريحات مثل وزير التراث الإسرائيلي لما قال لابد من إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة. يعني هذه التصريحات ستثبت ضد النية. الكيان الصهيوني وتثبت نيته في الإبادة الجماعية. بالطبع، يعني احنا كيفاش نفرقوا بين شخص قتل شخصا خطأ أو مقصود؟ كيف نقول هل هذا ترصد له أو قتله خطأ؟ لابد من إثبات نوع من النية على الأقل. ممتاز. وإذا شفنا هذا الشخص مثلا يظل يهدد طرف باء، يهدوا يرسلوا بالتهديدات ويقوم بالترصد له، ثم هذا الشخص قتل، هنا نقدر نثبت بلي هذا عنده نية القتل مش خطأ. الكيان الصهيوني قام بالخطأ نفسه، أنه بدأ بالتصريحات التي تثبت نيته. غالانت قال عليهم حيوانات بشرية، وزير آخر قال بلي لابد من إلقاء قنبلة أو قنبلتين نووية في قطاع غزة، بالإضافة إلى الكثير من التصريحات المحرضة على السكان في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية. فهذه التصريحات مش من نشطاء سياسيين، مش من إعلاميين، نتكلم عن أشخاص في المسؤولية، سواء من المسؤولية ممتاز، سواء في المسؤولية العسكرية أي في مجلس الحرب، أو في المسؤولية المدنية أي في مجلس الوزراء. فلذلك التصريحات هذه تثبت وجود هذه النية، لأنه ببساطة الوزير لما يتكلم لك على إلقاء قنبلة نووية على قطاع على بوكش مانتا، بمعنى أنه يعكس الجو السلبي اللي كان يسمعه داخل الاجتماعات المغلقة، لابد أن ننتبه لهذا الأمر. ثم عدنا الشرط الثاني، يمكن اعتباره أيضا إفصاح عن خطة مستقبلية. بالضبط، هل تتكلم أنت على قنبلة نووية؟ أولا هما قال لك احنا ما عندناش قنابل نوويه لانه ما دخلناش في معاهده حظر انتشار الاسلحه النوويه. اذا انت منين جبت القنبله النوويه اللي بشتريها لهم؟ نعم، يعني الناس ما راهيش غبيه، العالم راهو يسمع وراهو يفهم. ماذا بعد الجلسه الاولى لمحكمه العدل الدوليه؟ ممتاز. بعد الاستماع يتم التاكد ان توفر هذين الشرطين ام لا، اي وجود نيه الاباده الجماعيه ثم وجود السلوك. السلوك خلاص، السلوك احنا عندنا الان قنابل اكثر من 40,000 طن من القنابل المتفجرة ألقيتها لقطاع غزة. نعم. بمعدل يفوق 110 أطنان في الكيلومتر المربع الواحد، يعني الأمر رهيب جدا. 110 أطنان في الكيلومتر المربع الواحد، يعني المسافة بيني وبينك تقريبا متر مربع فيها طن من المتفجرات. هذه تعتبر مش غير إبادة جماعية، تعتبر دك الأرض. هل يمكن أن يتلاعب الكيان الصهيوني بهذه التصريحات ربما بعد جلسة الاستماع حتى يتهرب من محكمة العدل الدولية؟ لذلك راح نكملك في السيناريو. بإمكانها أن يتبرأ بأنه كان تصريحات منفردة أو انفعالية وأنه قد عزل ذلك، ولكن تبقى دائما تصريحات تاع مسؤولين. نعم. انفعالية مش انفعالية هذا ما يهمش، ولكن السلوك أيضا انفعالي. أكثر من 40,000 طن من المتفجرات، أكثر من 21,000 قاتل، بالإضافة إلى 7,000 ما زالهم تحت الأنقاض. نعم. وزيد قصف المستشفيات، قصف الأطقم الطبية، بالإضافة إلى منع دخول الوقود رغم أن الوقود يذهب إلى المستشفيات. صحيح. وكذلك منع دخول المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية. بالضبط. زيد قصف معبر رفح، لماذا تم قصفه إذن؟ قصف معبر رفح، هل هذه نتيجة خطأ في حرب؟ حتى يعني استشهاد القائد في المقاومة الفلسطينية على الأراضي اللبنانية العاروري مثلا تم استهدافه بقذيفة لم تؤدي إلى دمار،
فلماذا لم يتم استهداف ما دام راهم يقولوا أن أهدافهم هم قادة حماس؟ لماذا لم يستهدفوا قادة حماس في غزة بصواريخ مثل ما تم استهداف العروري في لبنان؟ لماذا يتم إذن إلقاء قنبلة تدمر حي برج سكني بأكمله أو مربع سكني بأكمله أو حي تدمره تماما؟ يعني مثلا في مستشفى المعمداني على بالكش معناتها 400 قاتل في يوم واحد، مش في اليوم، في ثانية واحدة بمجرد انفجار هذه القنبلة. بمعنى هذا أمر غريب جدا، وأكثر من ذلك أنهم روجوا واحد السيناريو غبي، قالوا بلي لا والله خطأ تاع حماس، هما أطلقوا صاروخ ثم أسقط. لاحظوا جدا بأنهم قد تراجعوا عن هذا السيناريو، ما زادوش عاودوا تكلموا عليه، لأن ببساطة الناس خلاص فهمت بلي هذا نوع من أنواع التلاعب. أن الدول الغربية بدأت من هذه الحادثة، يعني هذه الجريمة الإنسانية في مستشفى المعمداني، يعني الرأي العام في الدول الغربية بدأ يتحول لصالح الفلسطينيين. لصالح الفلسطينيين، وأكثر من ذلك الدول الغربية عندها التقنيات لازمة لفهم هذه التحولات الجيوستراتيجية. يعني ما يشح تقتنع الدول الغربية اللي عندها التكنولوجيا نفسها في التصنيع تاع الأسلحة به جيت الأبي بتقول لهم لا والله هذا خطأ تاع حماس والصاروخ ما عندناش وكذا، هذا عبث في عبث. فلذلك أعتقد بأنه الكيان الصهيوني زاد ورط نفسه. إذن السيناريو المحتمل هو أن يتم الاستناد على المادة السادسة من قانون روما الأساسي، ثم إثبات الشرطين، أي وجود النية ثم وجود السلوك تاع الإبادة الجماعية. بعد ذلك يبدأ يعني القاضي في محكمة العدل الدولية بالاستماع إلى الكيان الصهيوني، والكيان الصهيوني أصلا راح حط محامي عليه متورط في جرائم ويحدث أخلاقية. كل هذا في ظل تواصل المظاهرات المنددة للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية. هنا نروح إلى نتيجة هذه الإدانة الدولية. إن صحت هذا، إن تمت الإدانة في محكمة العدل الدولية، سوف ترسل هذه الإدانة إلى مجلس الأمن الدولي. وبالطبع الجزائر تنتظر على أحر من الجمر أن تكون هذه الإدانة باش توصل إلى مجلس الأمن الدولي حتى تستطيع أن تواصل وتكمل ما قامت به جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية. فلذلك هذه الإدانة سوف تؤدي إلى ماذا؟ أولا، حتى وإن لم تصدر إدانة، فبمجرد دخول الكيان الصهيوني إلى تلك الدول اللي مدانة في محكمة العدل الدولية اللي وصلت ضدها مذكرة توقيف، لا ننسى بأنه ميانمار رفع عليها دعوة كذلك في محكمة العدل الدولية، هنا صربيا رفعت كذلك عليها. بمعنى أن الكيان الصهيوني راح يلقى روحه مع بعض الدول التي صنفت كأنها تمارس سلوكيات المرتزقة. نعم، في الغالب دكتور نبيل، هذا يشبه دبلوماسية. ما هي المدة التي يحتاجها يعني الفصل في قضية في محكمة العدل الدولية؟ للأسف الأمور لما تكون متعلقة بالدول قدرة تطول، ولكن أقول إذا كان هناك ضغط سياسي، ومحكمة العدل الدولية خدمت بنفس السرعة اللي خدمت بها لما رفعت دعوة ضد روسيا وأصدروا مذكرة توقيف ضد الرئيس الروسي، فلن تكون القضية إلا خلال أشهر فقط، شهرين 3 أشهر بإمكانهم أن يصدروا مذكرة توقيف مثلا في حق نتنياهو. يعني إذا مشات محكمة العدل الدولية بإجراءات يعني صارمة وما فيهاش الحسابات السياسية من نومن، إذن فلا بد أن ننتبه لمثل هذه الأمور. أما إذا مشات مثل ما مشت مع صربيا وغيره، فبالطبع يعني الأمور راح تطول. نعم، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات النظر في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية. نعود إلى نقطة متعلقة بالتهجير القسري. قلنا أنه في ردود رافضة لها في الشكل والمضمون. منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال أنه عمليات التهجير القسري محظورة تماما في القانون الإنساني الدولي. ماذا يعني ذلك؟ أولا، جوزيب بوريل ينافق كثيرا في كلامه، وحينما كنت ضيفا في تلفزيون عمومي حول زيارته للجزائر أثناء صياغة شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي كذلك كان ينافق، الآن كذلك يستخدم نفس النفاق نفسه. لن أتكلم عن جوزيب بوريل بأنه ببساطة هو لم يقدم أي شيء جديد. فعلا التهجير القسري هو جريمة ضد الإنسانية والمادة الثامنة من نظام روما. ولكن نتحدث عن تصريحات صادرة من منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. بالضبط، هذا هو الأمر اللي كنت راح نتطرق له، أنه هذا الإدانة في محكمة العدل الدولية راح تشوه الصورة الدبلوماسية الكيان الصهيوني حتى مع حلفائه. ولكن لابد أن ننتبه إلى بعض التحولات، أنه في أوروبا هناك تحول نحو اليمين، وبالأخص اليمين المتطرف. اليمين هؤلاء ببساطة يركزون على المصلحة القومية أكثر فأكثر، ويستغلون الأوضاع الاقتصادية اللي جت بعد الحرب في أوكرانيا. فلذلك حينما بدأوا يرصدون محاولة دعم الكيان الصهيوني بالمال، بدأوا يستخدمون مثل هذه النقطة حتى يضغطون أكثر فأكثر في إطار التنافس السياسي ما بين اليسار وما بين اليمين. فلذلك تصريحات المسؤولين الأوروبيين لابد أن لا نفصلها عن التحولات داخل البيت الأوروبي.
يعني التصريحات هذه ليست مستندة على القانون فقط وليس حبا في الإنسانية، وإنما هناك تحولات عميقة. هذه التحولات العميقة أتت نتيجة لماذا؟ أولا نتيجة لانكشاف الحقائق المتعلقة بالكيان الصهيوني التي كان من قبل يناور ويراوغ حولها. دائما كان يصور نفسه على أساس أنه مظلوم، وعلى أساس أنه له حق في العيش، ودائما يسترزق بحكاية الهولوكوست ومعتقلات الأوشفيتس ومعازل الجيتو في إيطاليا وغيره، في حين أنه اليوم النخب الغربية الجديدة وبالأخص الأوروبية بدأت تتفطن بأنه لا، الكيان الصهيوني هو عبارة عن شيطان في ثوب دولة، هو لا يمكن أن يكون بمثل هذه المظلومية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه ببساطة الخارجية الصهيونية دخلت في صدام وتوتر كبير مع بلجيكا مع إسبانيا، فلذلك هذا التوتر لما دخلته مع بلجيكا مع إسبانيا، نحن نتكلم عن دول ثقيلة داخل الاتحاد الأوروبي، كذلك دخلت في إطار توتر دبلوماسي حتى مع فرنسا، ونتنياهو انتقد الرئيس الفرنسي ماكرون علنا، فلذلك مثل هذه التوترات السياسية هي التي جاءت من بيت الأوروبي غير مستقر على رأي مفهوم. واحد. شكرا جزيلا لك الباحث في الدراسات الاستراتيجية الدكتور نبيل كحلوش على كل التحليلات المقدمة لنا اليوم في برنامج ما بعد المنتصف. شكرا للاستضافة. شكرا. إذن مشاهدينا الآن ننتقل مباشرة إلى غرفة الأخبار لمتابعة هذا الموجز الإخباري، ثم نعود ثانية للبرنامج. من ولاية باتنا، أين سيتمحور الحديث بخصوص التكفل بالمصابين بداء السرطان من خلال مركز مكافحة السرطان بهذه الولاية التي استحدث وأنشئ سنة 2012 بوحدتين فقط، وحدة الدم ووحدة العلاج الكيميائي، بعدها خطى خطوات عملاقة مميزة في مجالات أخرى في وحدة أخرى، واليوم أيضا سيدخل حيز التنفيذ عدة وحدات سيما فيما يخص زراعة النخاع العظمي من متبرع إلى آخر، أيضا تطوير الطب النووي في التكفل بالمصابين بالسرطان، ضف إلى ذلك اختصاص هو الوحيد على المستوى الوطني هنا بمركز مكافحة السرطان بولاية باتنا، ويتمثل بالعلاج الكيميائي الحراري الباطني، وسنعود إليه بالتفاصيل خلال هذه الحصة. شريان الصحة مع وهيب أبو عزيز أمزال، الأربعاء 56 على القناة الثالثة الإخبارية. أهلا بكم مجددا في برنامج ما بعد المنتصف. في ملف الطاقة سنناقش اليوم الأهمية الاقتصادية لمشروع إنجاز محطة جديدة لتكرير البترول بحسين سعود، والقرارات التي جاءت في مجلس الوزراء الأخير والمتعلقة بتقوية الإنتاج الوطني من البنزين والمازوت والتوجه نحو تصديرهما. لمناقشة هذا الموضوع يحضر معنا الخبير الدولي في الطاقة والمناجم المهندس شعيب بوطمين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مساء الخير سيدي. بداية، كيف تقرؤون القرارات التي جاءت في مجلس الوزراء الأخير والمتعلقة بملف الطاقة؟ أولا مساء الخير، ومن خلالك إلى كل مشاهديكم الكرام. أعتقد أنها قرارات صائبة نظرا إلى احتياجات الجزائر، ونظرا للتغيرات الإقليمية الجهوية التي تطرح يعني على الساحة يعني الجهوية وحتى الدولية. فمن بين القرارات أعتقد أنه قرار مهم جدا، وهو يعني الاكتمال يعني مشروع يعني المحطة يعني الرافينة لحسين سعود التي تنتج سوف تنتج يعني 5 مليون طن يوميا، يعني 5 مليون طن. فهذا يعني هذا القرار أعتقد أنه قرار استراتيجي بالنسبة للجزائر. كما تعلمون الآن الجزائر وضعت حد لاستيراد المازوت، والآن هي بصدد يعني بهذه المشاريع الواعدة سوف تتمكن الجزائر من وضع حد كذلك لما يسمى يعني ليسونس يعني البنزين. البنزين بطبيعة الحال هذا من شأنه أن يوفر العملة الصعبة للجزائر. كما تعلمون الجزائر يعني من أكبر الدول يعني المنتجة للغاز في العالم. الجزائر أكبر منتج للغاز الطبيعي في إفريقيا، فأكبر منتج وأكبر مصدر كذلك في إفريقيا. الآن لما نتحدث عن النفط، الجزائر تنتج حوالي
953 ألف برميل من النفط يوميا، وهي لديها دور يعني تلعب دور جد بالغ الأهمية في منظمة الأوبك كما تعلمون. الجزائر من الدول يعني الرائدة في إنتاج النفط، ولا يعني تشارك في قرارات منظمة الأوبك. فالآن لما نتكلم على هذه المشاريع التي أقرتها الحكومة هي مشاريع استراتيجية بامتياز. لماذا بامتياز؟ نظرا لأن كما قلت لك الجزائر تعتمد على عائدات النفط والغاز بحوالي في العملة الصعبة بحوالي 97%. فالآن الجزائر من مصلحتها وضع خطط استراتيجية يعني قصيرة متوسطة وطويلة المدى من أجل حماية الاقتصاد الوطني. كما تعلمون هناك يعني مشاكل جيوسياسية كبيرة يعني تؤثر اليوم على ساحة النفط العالمية، ولذلك الجزائر من مصلحتها التخطيط استراتيجيا. لماذا؟ لأن هناك ما يسمى الآن حصص سوقية في السوق الأوروبية وفي السوق العالمية تنتزع، وهناك دول يعني لم تكن يعني دول مصدرة كبيرة للنفط الآن أصبحت تزاحم الجزائر في بعض الأسواق العالمية في السوق الأوروبية وفي السوق الآسيوية. الآن زيادة يعني هذه المصفات من شأنها أن تعزز مكانة الجزائر، تعزز يعني هي الإنتاج الجزائري. بطبيعة الحال سوف تستجيب أولا للطلب الداخلي الذي هو في تنامي كبير، والذي هو يهدد كأنه ينزع من الحصة السوقية التي تصدرها الجزائر. نعم. فالآن هذا عامل جد مهم. الآن لما نتمكن من ما نسمى يعني لوتوسوفيزونس، يعني لما نتمكن الآن يعني من الإنتاج الذاتي الكلي للمازوت وحتى حتى البنزين، فهذا يمكن الجزائر أن تكون يعني ذو استقلالية. يعني هذا المشروع سيعزز من تواجد الجزائر في يعني الدول المنتجة للنفط. بطبيعة الحال نعم منتجة للنفط، ولكن هي المواد يعني المازوت وكذلك البنزين. فالجزائر الآن تخطط لتصدير حتى البنزين بعد إنجاز هذه المصفات. فهي تعتبر ب يعني added value بالقيمة المضافة. نعم، في خطة لتثمين المنتجات النفطية المكررة من أجل تلبية السوق الوطنية والبلوج إلى الأسواق الخارجية أيضا. بطبيعة الحال، لأن هناك يعني الآن الكثيرون يعني يتكلمون على شعارات الانتقال الطاقوي، شعارات يعني أن ننقص من يعني انبعاثات ثانية أكسيد الكربون. لكن يعني أعطيك الأرقام سيدتي، 2023 كان الانتاج الفحم سنة 2023 بلغ ذروته سنة يعني ريكورد يعني في العالم 8.5 مليار طن من الفحم. وركز كذلك على النفط، انتاج يعني استهلاك النفط العالمي هو حوالي 102 مليون برميل يوميا. استهلاك كذلك الغاز يعني في العالم هو حوالي 4 تريليون كيوبيك متر، يعني متر مكعب من الغاز الطبيعي. وهذه الأرقام التي أعطيها سيدتي هي أرقام يعني ريكورد، يعني هي أرقام قياسية. فلما نذهب الآن إلى نتكلم يعني هناك شعارات تقول يعني هناك ضغط الآن على سوق النفط العالمية، الكثيرون يقولون يجب علينا أن ننقص من انبعاثات الكربون التي هي تأتي من يعني المواد الأحفورية، الفحم والغاز والأويل يعني والبترول. فهنا السر. الآن 2023 كل هذه الأرقام هي أرقام قياسية. فوكأنه هناك يعني وكأنك يعني كيف أقول يعني وكأن هناك يعني قرارات يعني تؤخذ من بعض الدول ببعض المنظمات الدولية، ولكن دول أخرى يعني الدول الكبرى، الدول المصنعة، الدول الغربية، هي الدول كذلك التي تستهلك هذه الطاقة وتساهم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. أعطيك فقط نقطة. فضل. لما نتكلم على الطاقات الأحفورية نتكلم على الفحم. الفحم سيدتي لا زال يشارك بحوالي يساهم ب 35% من إنتاج الكهرباء في العالم. ثاني شيء الغاز الطبيعي يساهم فقط ب 22% من توليد الكهرباء في العالم. فلما نتكلم على الطاقة يعني لا ترانزيسيون انرجيتيك، لما نتكلم على التحول الطاقوي،
يجب علينا أن نتكلم على تحول بين الطاقات الأحفورية، يجب أن نتحول أن ننقص من استهلاك الفحم ونتحول إلى الغاز الطبيعي، يجب أن نركز كذلك على تخفيض يعني إنتاج ربما النفط، ولا أظن أنه سوف ينخفض في السنوات المقبلة، ويجب أن نتحول كذلك إلى الغاز الطبيعي. لماذا الغاز الطبيعي؟ لأن الغاز انبعاثات الكربون الناتجة عن الغاز الطبيعي هي بأقل 60% مقارنة بالفحم الذي هو من أكبر ملوثين يساهم في تلوث. طيب إذا تحدثنا سيدي عن الأسواق الخارجية، ما هي الأسواق التي تستهدفها الجزائر؟ الآن الجزائر يعني في لما تكلم عن النفط، الجزائر تنتج حوالي 953 ألف برميل من النفط يوميا، فيما يخص النفط وأيضا فيما يخص المنتجات النفطية الأخرى بطبيعة الحال. والجزائر كذلك تنتج من الغاز الطبيعي، يعني 2022 انتجنا حوالي 102 مليار متر مكعب. الشيء المهم سنة 2023 أن هناك كان زيادة للإنتاج بالنسبة للجزائر، يعني لما نتكلم عن الغاز الطبيعي انتجنا 4 مليار متر مكعب زيادة مقارنة ب 2022، وهذا كان نتيجة للمجهودات الكبيرة التي تقوم بها شركة سوناطراك وزارة الطاقة بطبيعة الحال. هناك مجهودات كبيرة بذلت في السنوات الأخيرة الماضية من أجل رفع إنتاج الجزائر. الآن الجزائر يعني مشروعها في المستقبل هو أن تصدر 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، صحيح وليس بسهل، لكن بتضافر المجهودات وبوجود يعني لي ريزيرف كي سون تري امبورطونت يعني في الجزائر، احتياطات المهمة الموجودة في الجزائر، أعتقد أن الجزائر سوف تلعب دورا جد مهما في الساحة الوطنية الإقليمية وحتى الدولية. طيب سيد، الجزائر خلال السنوات الأخيرة شهدت مشاريع تطوير جديدة لرفع الإنتاج والاحتياطات على حد سواء، وأنهت عهد استيراد كل أنواع البنزين بما في ذلك وقود الطائرات مثلما صرح به السيد رئيس الجمهورية. ما هو انعكاس ذلك على الأمن الطاقوي في الجزائر؟ سيداتي، هو التحدي الأكبر الآن بالنسبة للجزائر هو يجب علينا أن نكبح الطلب المتزايد. كيف نكبح؟ يجب علينا أن نرشد من استعمال الطاقة في الجزائر. يوجد لنا حلين اثنين. الشيء الأول، يجب علينا أن نرشد من استهلاك الطاقة كأولوية كبرى. الشيء الثاني الذي يجب أن نركز عليه في الجزائر هو أن نطور الطاقات المتجددة. لماذا نطور الطاقات المتجددة في الجزائر؟ لما نطور الطاقات المتجددة في الجزائر، وخاصة يعني بين قوسين يعني البوتنشال يعني الإمكانات الموجودة في الجزائر هي بخصوص الطاقة الشمسية. لما نطور الطاقات الشمسية في الجزائر، كما تعلمون 95-96% من توليد الكهرباء هو يأتي من الغاز الطبيعي، فالإنارة كل ما يدور الآن هو من الغاز الطبيعي في الجزائر. الآن يجب علينا أن نكون يعني حكماء، يجب أن نأخذ سياسة يعني ذكية. كيف؟ أن نطور الطاقات المتجددة، يجب أن نطور يعني بدلا من توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي نأخذ جزءا منهم على مراحل، نطور إنتاج الكهرباء اللي يأتي من الطاقات الشمسية. هذا الكهرباء نستعمله محليا، أما الغاز الطبيعي الذي سوف نوفره للتصدير، وبالتالي سوف يساهم في خلق الثروة بالنسبة للجزائر. الجزائر يعني تهدف أن تكون قطبا هاما لإنتاج وتوريد الطاقة. بطبيعة الحال الجزائر هي دولة رائدة يعني في المنطقة في إنتاج، أكبر بلد منتج للغاز الطبيعي في إفريقيا، وكذلك أكبر مصدر للغاز الطبيعي في إفريقيا. طيب سيدي، نتحدث الآن عن أهم المشاريع التي تنجزها الجزائر الآن في الطاقات المتجددة أو الطاقات البديلة. صحيح، الجزائر بادرت يعني مشروع كبير، هو مشروع الطاقات المتجددة. 15 جيجاوات من توليد الكهرباء، هو مشروع يمتد إلى 2035. هذا مشروع واعد. الآن الجزائر استهلاك اليومي لنا للكهرباء هو حوالي 14-15 جيجاوات، يعني جيجاوات من الطاقة. فمن هنا على 15 سنة تقريبا سوف يكون ما ننتج، إذا اكتمل إن شاء الله هذا المشروع سوف ننتج ما نستهلكه، وهذا ما كنت أتحدث عليه قبل قليل. إنتاج الكهرباء في الجزائر سوف يلبي طلبات الاستهلاكية ولو جزئيا على مدى السنوات القادمة.
وبالتالي سوف نوفر الغاز الطبيعي. سيدتي دعيني إن سمحت أن أركز قليلا على الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي هو ليس فقط إنتاج لتوليد الكهرباء، يجب الغاز الطبيعي يعني ننتج منه الأسمدة، يعني fertilizers، ننتج منه الأسمدة، ننتج المواد يعني بعض المواد البتروكيماوية التي تستعمل في الصناعة. فالآن الجزائر علينا الآن، يعني هناك مشاريع حقيقة لكن اسمح لي أن أركز عليها، يجب علينا أن نطور صناعة البتروكيميكلز، صناعات البتروكيماوية. لماذا؟ لأن الآن هناك توجد سياسة دولية، يعني خاصة دول الاتحاد الأوروبي وضعوا صيغة الآن سوف يفرضون الكربون، ما يسمى تاكس، يعني الضريبة على الكربون. هذا المشروع الآن يسمى سيبام، كربون بوردر ادجستمنت ميكانيزم، هي يعني هو ميكانيزم يعني جديد وضعه الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي 2023. يعني هما بدأوا التطبيق لكن سوف يدخل الخدمة يعني تدريجيا سنة 2026. هذا القانون سوف يفرض على كل الدول التي تصدر لدول الاتحاد الأوروبي، يفرض عليهم وكان يعطيهم لائحة على كل منتجاتها ويعطيها نسبة الكربون التي المنبعثة من المنتجات، وسوف يدخل عليها الغاز الطبيعي. معناتها في السنوات المقبلة دول الاتحاد الأوروبي أي دولة تورد لها النفط والغاز تعطيها يعني انبعاثات الكربون في إنتاج هذه المنتجات. الآن الجزائر لكي نتجنب هذه المشاكل، هي بنكون بصريحة معك، هم يحتاجون النفط ويحتاجون الغاز وسوف يبقى معنا لعقود كبيرة، لكن هذه الإجراءات هي إجراءات تتخذها دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى كورقة ضغط على الدول المنتجة للنفط والغاز. الآن لكي نتجنب يعني ضغوطات كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي في المستقبل، يجب علينا أن نطور صناعة البتروكيماويات، لأن من صناعة البتروكيماويات سوف نوفر منتوجات وسوف نبيع هذه المنتوجات ربما بخمسة وعشر أضعافها على أن نبيع الغاز الطبيعي والنفط على حالته يعني بغيت على حالته الخام، وبالتالي سوف نوفر الثروة، نخلق مناصب شغل هنا في الجزائر وتكون فيه فوائد مالية أيضا بطبيعة الحال. وأعتقد هذا ما كان رئيس الجمهورية ألح عليه على أن نزيد من الإنتاج الوطني للنفط والغاز، يعني إنتاج النفط وبالتالي أن نحوله، يعني نشجع الصناعات التحويلية يعني النفط والغاز لكي نخلق الثروة، نخلق يعني مناصب الشغل، وبالتالي نتجنب كذلك بعض الضغوط التي هذه الضغوط هي سياسية بين قوسين لكي نتجنبها في المستقبل. الجزائر أبرمت عدة اتفاقيات مع شركات عالمية لزيادة الإمدادات أو للاستثمار بسوق النفط المحلية، نتحدث عن هذه النقطة وهل ستعزز العائدات وتسمح أيضا بتوظيف كما قلنا الفوائد المالية في مجالات أخرى؟ بطبيعة الحال صناعة النفط في الجزائر، أولا الجزائر دولة طاقوية بامتياز. نعم، نتحدث عن الشركات العالمية بين صحيح. الجزائر في الأشهر القادمة أعتقد في شهر أكتوبر كانت جزائر سوناطراك أمضت اتفاق مع شركة تركية لتوريد ب 5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ابتداء من سنة 2024. هناك كذلك اتفاقيات مع شركات أجنبية، شركة توتال إنرجي، إكوينور، هناك شركات أجنبية يعني حاضرة في الجزائر. هذه العقود هي عقود تسمح للجزائر، تسمح كذلك للشركاء الأجانب من زيادة حصتهم السوقية من الجزائر. فالآن يعني الجزائر لديها عقود، يعني يجب أن أركز على هذه النقطة. الجزائر بالرغم أنه يعني أنا أتذكر يعني السنة العشرية السوداء كانت هناك مشاكل كبيرة في الجزائر، وبالرغم من تلك المشاكل الجزائر لم تنقص ولو مليار متر مكعب من إيراداتها للاتحاد الأوروبي. ففي أحلك الظروف كانت الجزائر يعني توفي بوعودها، توفي بتعاقداتها مع الدول الأجنبية، وهذا الآن ما يجعل الجزائر دولة يعني تراستد بارتنر، يعني نعم يعني شريك موثوق في خاصة من إيطاليا من إسبانيا وكل الدول، يعني أركز إيطاليا وإسبانيا هم يأخذون الغاز الطبيعي عن طريق
الغاز يعني البايبس يعني الانابيب، لكن هناك ال ان جي يعني الغاز المسال الذي يصدر الى دول فرنسا وتركيا، وهناك تنامي هناك زياده كذلك لتوريد الغاز الطبيعي الى دول اخرى على غرار تركيا. الجزائر سيدي تتصدر الترتيب العالمي من حيث الاكتشافات النفطية والغازية بيد عاملة جزائرية، نتحدث عن هذه الديناميكية التي يعرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة، خاصة خلال الأربع سنوات الأخيرة. سيدتي، نحن في الجزائر نتقن جيدا صناعة النفط والغاز، نحن دولة نفطية، دولة غازية ونفطية بامتياز، فالكوادر الجزائرية موجودة هنا وموجودة في الخارج، فهذه الاكتشافات هي تبرهن مرة أخرى على أنه توجد في الجزائر إمكانات كبيرة. توجد احتياطات 12 مليار يعني برميل من النفط في الجزائر، يعني من النفط احتياطات كبيرة، احتياطات كبيرة يعني الكونفنشنال ولا الانكونفنشنال من الغاز الطبيعي كذلك، هناك إمكانات كبيرة جدا في الجزائر، فأعتقد أن الجزائر الآن يعني بهذه يعني بهذه الإمكانات التي تحتوي عليها هي دولة رائدة في إنتاج الغاز الطبيعي في إفريقيا. أذكرك وأذكر مشاهدينا الكرام أن الجزائر أول دولة قامت بتصدير الغاز المسال في العالم هي الجزائر سنة 1964، فالجزائر دولة رائدة في صناعة الغاز الطبيعي وكانت من الدول الرائدة في صناعة الغاز. ولكن الاكتشافات النفطية خلال السنوات الأخيرة يعني كانت في ديناميكية كبيرة، كان في تحول من حيث يعني الطاقات الجزائرية واليد العاملة الجزائرية. سيدتي، النفط لما نتكلم على حقول النفط في الجزائر هناك حقلين مهمين، هو حقل حسيم سعود لإنتاج النفط وحقل حسيرمل لإنتاج الغاز الطبيعي، هذان الحقلان هما الآن كما نقولوا شاخوا يعني قاعدة حياة، يعني لا يعني كبروا يعني الآن ديبليشن يعني صار لهم نقص الإنتاج منهم من هذين الحقلين الكبيرين لأنه مدوا كتير للجزائر، فالآن يعني وزارة الطاقة وصنع تراك وضعوا سياسة لاستثمار من 2023 و2027 وضعوا سياسة لاستثمار 42 مليار دولار، فهذه الاكتشافات هي لم تأتي يعني بالمهب الرية، فهناك مجهودات هناك استثمارات كبيرة تضخها شركة سوناطراك من أجل زيادة الإنتاج والحفاظ كذلك على الإنتاج، لأنه لما يكون عندك عقود مع دول أجنبية يجب أن توفي بهذه العقود، فيعني حقول النفط والغاز إن لم تستثمر فيها سوف يعني يصير لها ديبريشن يعني ينقص الإنتاج، وبالتالي يجب عليك أن تكتمل يعني تكون يعني فولو اب يعني تتابع دوما زيادة الإنتاج، فالآن هذه يعني الاكتشافات التي تقوم بها سوناطراك هي نتيجة المجهودات الكبيرة خاصة السنوات القليلة الماضية. نحن نرى يعني كيف الإنتاج في الجزائر يعني هناك زيادة، هناك إرادة لزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي والنفط، كما تعلمون الغاز الطبيعي الجزائر 2023 زادت من إنتاج الغاز الطبيعي بأربعة مليار متر مكعب، هذا شيء مهم جدا للجزائر. نعم تفضل. هو كذلك أستاذي الكريم يرفع على مسامعنا الآن أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وضواحيها، فننصت لصوت الحق. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. إذن نستكمل النقاش فيما يخص موضوعنا اليوم في ملف الطاقة. سيد بوطمين، تحدثنا أن الجزائر تصدرت الترتيب العالمي من حيث الاكتشافات النفطية والغازية، برأيكم هل قانون المحروقات الجديد أعطى ديناميكية للقطاع، خاصة وأنه تكيف مع المستجدات الحاصلة في سوق المحروقات؟ بطبيعة الحال هي قرارات جريئة وقانون كان يجب علينا أن يكون هنا لدينا قرار أو قانون من هذا الشكل، لأن كما قلت لك الجزائر لا تزال لديها إمكانات كبيرة من النفط والغاز، وهناك الآن ضغوط عالمية على صناعة النفط والغاز في العالم، فالآن أعتقد أنه حان الوقت ويجب علينا أن نطور هذه الصناعات في الجزائر. صناعة النفط والغاز سيدتي
هي ليست فقط الاحتراق، هي ليست فقط كومباستشن، ليست الاحتراق. صناعة النفط والغاز هي كل ما هو من حولنا، صناعة البتروكيماويات في الملابس، في البلاستيك، في الهواتف، في المعدات، في السيارات، وفي يعني تدخل يعني صناعة النفط والغاز، البتروكيماويات يعني مشتقات النفط والغاز تدخل تقريبا في كل الصناعات الموجودة في العالم وحتى في الطاقات المتجددة. فأعطيك فقط مثال الصناعة، يعني حتى ربما نذهب يعني بعد على المناجم، يعني الاي في السيارات الكهربائية يعني معظم يعني الكومبوننت يعني مكونات هذه السيارة هي مشتقات النفط والغاز. فوكأنه هناك يعني الآن يعني ما هم يروجون لشعارات جرين انرجي، الطاقات الخضراء. فالسيارات الكهربائية انتاجها هو مرتبط بصناعة النفط والغاز. نعم، تحدث أيضا عن إنتاج الهيدروجين الأخضر بطبيعة الحال. فالآن وكأن هناك حيل تجارية تمارسها الدول الكبيرة، الدول المستهلكة ربما الغربية والدول المستهلكة الكبيرة يروجون للصناعة الكهربائية كثيرا، لكن يعني موادها المنتجة هي يعني هي مشتقات النفط والغاز. كذلك هناك حيلة يستعملونها يعني، وهي أن صناعة السيارات الكهربائية لما تذهب إلى الولايات المتحدة وفي الصين، لما يعني الباتري يعني البطاريه يعني لما تفرغ تذهب لتشحنها في يعني في تشارجر يعني في مولد، الكهرباء الذي ولدته هذه المولد هو يعني كهرباء اصله من الفحم او من النفط او من الغاز. فالسياره يعني حتى المنتجات التي يعني الجديدة الآن يعني الـ EV السيارات الكهربائية هي مرتبطة لصناعة النفط والغاز، صناعة التوربينات الآن، صناعة كذلك الألواح الشمسية، الألواح الشمسية نحتاج إلى النفط والغاز لإنتاجها. ف يعني أعتقد أن هناك يعني ارتباط كبير بين الصناعات النفطية وكل ما هي الصناعات الموجودة الآن. طيب، نتحدث عن أهم المشاريع الآن في مشروع غار أجبيلات ومساهمته المرتقبة في خلق 25 ألف منصب شغل عمل مباشر و 125 ألف منصب عمل غير مباشر. نتحدث عن أهمية واستراتيجية هذا المشروع. بصراحة أنا أعتبر منجم غار أجبيلات، مشروع غار أجبيلات من أضخم المشاريع التي تبشرها الجزائر منذ الاستقلال. لأنه ونحن كنا صغار كنا نسمع كثيرا 30 أو 40 سنة وإحنا نسمع كثيرا على غار أجبيلات، لكن مؤخرا يعني الحمد لله رأينا النور على هذا المشروع. الآن يعني سوف يدخل في الخدمة، الآن هناك مشاريع تطويرية. فلو نتكلم على غار أجبيلات، هو أولا غار أجبيلات هو يعني لديه يعني نظرة استراتيجية بالنسبة للجزائر، لأنه الحديد كما تعلمين والمواد الحديدية والمعدنية مينرالز سوف تلعب دورا جد كبير في لا ترانزيسيون انرجيتيك، في التحول الطاقوي. فالحديد أعتبر غار أجبيلات من أكبر المناجم في العالم للحديد. فهو في السنوات يعني من هنا إلى 2026 سوف يباشر ربما إنتاج 2 مليون طن سنويا، ثم يمتد الإنتاج إلى حوالي 50 مليون طن سنة 2040، وهذا سوف يضيف كثيرا بالنسبة للاقتصاد الوطني. وهذا المشروع يدخل في إطار تنويع مداخيل الجزائر خارج صناعة النفط والغاز. فالجزائر ليس لديها فقط الغاز والنفط، لديها الحديد، لديها كثير من المعادن يجب علينا أن نطورها. وهذا المشروع أعتقده بمثابة لبنة كبيرة بالنسبة واعدة بالنسبة لاقتصاد ولمستقبل الشباب. فتطوير هذا المشروع إلى امتداده من الجهة الغربية للجزائر، كما تعلمون يعني هناك الحاسم سعود موجود في الجهة الشرقية الآن، الجنوب الشرقي الآن، بشار تندوف يعني في الجهة الغربية الجنوب الغربي للجزائر. هذا يعني بصراحة يعني يبين مدى شساعة الجزائر، شساعتها، وكما أنه يبين مدى غنى الجزائر بكل مناطقها. لدينا كذلك في عين صالح، عين مناص، عين صالح لدينا الغاز الطبيعي. فيوجد كذلك الجزائر لديها من أكبر الدول يعني ان بوتنسيال دون سوليمو يعني تاع الشمس، الطاقة الشمسية في العالم. فيجب علينا كمان الجزائر كذلك
من اكبر لغزاغ تاع الماء، الماء في العالم لاناب فرياتيك، يعني في الجنوب الجزائر الماء الجوفيه بطبيعه الحال من اكبر، هي اكبر لاناب فرياتيك، هي الاكبر في العالم. فهذه الامكانات، الماء الطبيعي، الماء الطبيعي سوف يكون له من اكبر التحديات في المستقبل. الغاز الطبيعي، الغاز، البترول، المعادن، وكان اللودوس يعني والماء، يعني الماء سوف هذه يعني سوف تساهم كذلك في بناء الثروة الصناعية للجزائر، لأن الحديد نحتاج كذلك المياه، صناعة النفط والغاز نحتاج المياه. هذه الموارد كلها من شأنها أن تضيف الكثير للاقتصاد الوطني. وهو كذلك أستاذي الكريم، مشاهدينا عن قرب بعد فاصل قصير. مشاهدينا، باشرت سلطات ولاية عنابة عملية استرجاع الأوعية العقارية الغير مستغلة وتوزيعها على المستثمرين الذين هم في حاجة إليها لتوسعة مشاريعهم، وهو ما يسمح بدفع عملية إنتاج الصناعة المحلية وامتصاص اليد العاملة المؤهلة. تفاصيل أوفى مع الزميل رضا التبرمسين في لقائه مع السيد والي الولاية. نعم، مساء الخير زملائي، مساء الخير مشاهدينا عبر إخبارية التلفزيون الجزائري. إذا هذه هي بونة جوهرة الشرق الجزائري، جوهرة المتوسط، هذه عنابة وتحولاتها الاقتصادية زراعيا، صناعيا، وسياحيا أيضا. لو ركزنا في الجانب الصناعي كما أشرنا في سياق هذا التقرير، لوجدنا أنها تحولات بمنحى متصاعد. ولشروحات أكثر بلغة الأرقام مشاهدينا، يطيب لي أن يكون برفقتي السيد عبد القادر الجلاوي ولولاية عنابة لإيضاح أكثر حول العقار الصناعي، حول 20 مستثمر تحصل على رخص نهائية، بعضهم تجاوز أمد انتظاره إلى 10 سنوات. سيدي الفاضل، مساء الخير. لو كان نتكلم ونحط المشاهد الكريم في الصورة الحقيقية بخصوص الصناعة والمستثمرات الصناعية، وش نقدر نقول؟ ولاية عنابة عرفت يعني وثبة اقتصادية يعني معتبرة، وضحت لنا بأن هناك متفائلين ل يعني لمستقبل الصناعة، خاصة مع التسهيلات يعني الاستثمار الصناعي بالولاية، خاصة مع التسهيلات التي والضمانات التي أعطاها السيد رئيس الجمهورية، وخاصة اللقاء الأخير مع المتعاملين الاقتصاديين 16 نوفمبر 2023، حيث طلب من أمر السادة الولاة بتسليم الرخص الاستغلال النهائية بعد ما كانت هناك رخص استثنائية مؤقتة. وفي هذا الإطار اليوم في خرجتنا المدنية، في خرجتنا الميدانية، تم تسليم 20 رخصة استغلال نهائية لهؤلاء المستثمرين، اللي يكون أكثر من 1000، يعني يوفروا 1000 منصب شغل. وشفنا بأن الصناعة مست يعني عدة قطاعات، يعني إلكترونيك وغيرها من الصناعات التي لها يعني صلة بالصناعة التحويلية، لأنها كذلك لها طابع فلاحي، فالطماطم وغيرها، التعليب، كل ما يتعلق بالصناعة التحويلية وكل ما يتعلق بالصناعة الإلكترونية. يعني هناك مستثمرين اثنين اللي وفروا أكثر من 1500 عامل. وكذلك المستقبل تاع العقار الخاص، سأسمحك عذرا سيدي الفاضل قبل ما نتكلم على العقار الصناعي، على استرجاعه، هذا الوعاء المهم جدا جدا خاصة في ظل التحولات. فقط نحب نشير للمشاهد الكريم أنه الصناعة في قصان، في عنابة عفوا، ليست مقتصرة على الصناعات الثقيلة والتحويلية فحسب. شفنا أيضا حتى أنه هناك اتفاقية
اتفاقيات ما بين الدول الأسيوية والجزائر لتصدير المنتج النهائي. حقيقة لاحظنا اليوم في من خلال الخرجة المدنية الميدانية بأن هناك مصانع للكهرومنزلية، وهذا شيء جميل، يعني هذا شيء يشرف، وكذلك يعني لهم مستقبل لأنهم راهم يطلبوا في عقار يعني التوسعة. والآن التطبيق الجديدة مع القانون الجديد سيسمح، لأن هناك عقار متوفر ب 350 هكتار منه مسترجع، منه 200 هكتار تم استرجاعه، لأن هناك يعني المستثمرين، بعض المستثمرين اللي ما عملوش خلال هذه السنوات منذ 2019. يعني نقدر نفهم من سياق كلامك سيدي الفاضل أنه في إطار هذه التوسعة لبعض المستثمرين أو حتى استقبال مستثمرين جدد على مستوى عديد مناطق النشاطات، سيدي سالم البوني بالرحال عنبة وغيرها، يعني توجه قدرتوا باش تستغلوا وترجعوا كمية معتبرة من العقار الصناعي باش توظفوها لاستقبال مستثمرين آخرين. نعم نعم، هذا العقار اللي متوفر وضمن التطبيق الجديد وفي الشباك الواحد اللي ما تكونش فيه أي بيروقراطية، وخاصة أن النصوص التطبيقية قد ظهرت في هذه الأيام، إذن ستسمح بمستثمرين آخرين ومستثمرين الحاليين لتوسيع مشاريعهم. شكرا سيدي الفاضل. إذن هذا هو بالمختصر المفيد، حاولنا تقديم بلغة الأرقام التي قدمها سيدي الفاضل والي الولاية، قدم مجموعة من الأرقام، مجموعة من التصورات، وضعنا التطورات الصناعية أو عجلة التنمية الصناعية ومن خلالها الاقتصادية في إطارها عبر هذا التدخل للتلفزيون الجزائري لثالثة التلفزيون الجزائري. مشاهدينا الكرام إليكم الخط. شكرا جزيلا لك زميل رضا تبرمسين والسيد والي الولاية. إذن سيد بوطمين، تعليقاتكم أو تعليقك فيما يخص تصريحات سيد والي الولاية فيما يخص هذه الاستثمارات. حقيقة يعني أنا أعتقد أن الأرض لمن يخدمها، ففي السنوات الماضية كنا نتأسف كثيرا، يعني نرى هكتارات كبيرة شاسعة وهي غير مخدومة، يعني غير ما الفلاحي العقار الصناعي والفلاحي. فأعتقد أن هذه القرارات من شأنها أن تضيف، يعني تضيف الكثير للصناعة المحلية، للصناعة الوطنية. لما نتكلم على عنابة هناك يعني مركب الحجار، صحيح. فسيدتي لما نتكلم على الصناعة، لما نرى شاحنة فيها مئات والآلاف من القطع الصغيرة، فهذه الأوعية الصناعية الصغيرة والمتوسطة تساهم في خلق ما يسمى توفر سلاسل الإمداد للصناعات الكبيرة والثقيلة. فأعتقد أنها يعني قرارات سوف تكون لها يعني نتائج إيجابية في المستقبل، وهذا ليس فقط لهذه المدينة عنابة وربما لكل المناطق الصناعية. نعم، بالحديث عن أهم المشاريع سيد بوطمين، تحدث عن الأفاق التي تفتحها المدينة المنجمية فيما يخص الاقتصاد والتنمية في الجزائر وخاصة على سكان الجنوب الغربي. صحيح، يعني لما تكلم عن يعني في أفاق واعدة فيما يخص المدينة المنجمية. بطبيعة الحال قلت لك المعادن، يعني الحديد يستعمل في أغلب الصناعات. الآن الجزائر لديها نظرة لصناعة في مشروع إنجاز مركب الصلب ببشار سيدي. نعم ببشار، سوف يخدم الاقتصاد، يخدم الاقتصاد يعني الوطني المحلي في مدينة بشار في تندوف. وبالمناسبة أحيي هذه المناطق، لأني اشتغلت في مناطق تندوف، اشتغلت في بشار، فهي يعني مناطق تحتاج يعني لهذه الموارد من أجل يعني خلق الثروة للشباب هناك. فالحديد يعني جزء منه ربما سوف يستعمل محليا والجزء الآخر سوف يذهب للتصدير. الآن هناك يعني الحديث عن مشروع يعني مشاريع لإنتاج السيارات في الجزائر، فنحتاج من الحديد، نحتاج من الحديد، نحتاج من النفط، نحتاج من الغاز الطبيعي، ولما لا نحتاج كذلك من الطاقة الشمسية. لأنه أنا أتذكر لما رئيس الجمهورية ذهب إلى الصين التقى مع مدير بي واي دي شركة صناعة السيارات الكهربائية وعمل له دعوة ربما للاستثمار في الجزائر. فالآن غارج بلاد
النفط والغاز الموجود في الجزائر، الطاقة الشمسية، هي كلها موارد مكملة ربما لصناعات كبيرة في الجزائر. نعم، فيما يخص الحديد، منتجات الجزائر على خرار حديد البناء مطلوبة بقوة ومرغوبة في الأسواق الخارجية، وهذا بفضل مصانع بلارة ووهران أيضا. صحيح، لأنه صناعة الجزائر معروفة بصناعة الحديد، بنوعية الحديد الموجود في الجزائر. الجزائر كذلك هناك طلب محلي متزايد جدا، لأنه الجزائر كلها ورشات الآن، يعني أين تنظرين ترين ورشات. يعني التحدي الأول هو تلبية الطلب المحلي والحد من الاستيراد لمواد كبيرة، يعني إنجاز يعني المساهمة في إنتاج، في تحريك عجلة النمو الاقتصادية الوطنية، هو بنفسه بحد ذاته إضافة للاقتصاد الوطني، لأنه يحد من استيراد، من فاتورة الاستيراد. نعم، وحتى بعض الاقتصاد الوطني عموما وقطاع المناجم خصوصا سيد بوطمين هي جزء من الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، ويعني الارتقاء بهذا المجال. طبيعة الحال الآن لما نتكلم على، لو نفتح الآن مجال المعادن، مجال المعادن هو يدخل، سوف يدخل في الصناعات، يعني لا ترانزيسيون انرجيتيك. سوف أفسر يعني قليلا بتعميق في هذا الموضوع. الآن يعني التحول الطاقوي، الآن نتحول من الطاقات الأحفورية إلى الطاقات المتجددة. كما قلت لك في بداية الحصة، يجب علينا أن يكون هناك تحولا من الطاقات الملوثة أكثر إلى الغاز الطبيعي، لأنه الفحم والنفط يلوثان أكثر من الغاز الطبيعي. لما نتكلم الآن على المواد، على المعادن في الجزائر، التحول الطاقوي يعني له علاقة مباشرة. كيف؟ لو نعطيك فقط مثال، السيارة الكهربائية تحتاج من النفط، تحتاج من الغاز، وتحتاج كذلك من الحديد. فالآن التحول هذا، التحول الذي يعني دول كبيرة يعني تأخذ قرارات، يعني هو تريد هذا التحول، لكن تحول إلى ماذا؟ فالآن كل دولة في العالم تدافع على مصالحها الوطنية. فهناك، نعطيك فقط مثال، لو نتكلم على الفحم في العالم، الهند تولد الكهرباء بحوالي 75% من إنتاج الكهرباء في الهند ويأتي من الفحم. الولايات المتحدة تنتج الكهرباء بحوالي 20% من الفحم. دول الاتحاد الأوروبي نفس الشيء، بالنسبة لألمانيا حوالي 35% من توليد الكهرباء ومن الفحم. فهذه الدول الآن يعني هي تناشد لقرار للتحول الطاقوي، لكن هذه الدول خاصة دول يعني الدول الأوروبية هي ليست لديها معادن، ليست لديها نفط، وليس فيها، ليس لديها غاز. حتى الطاقات المتجددة هي مناطق باردة، هي تحتاج إلى دول يعني دافئة، يعني تتسم يعني في وجود الشمس على طول السنة، دول لها إمكانيات وقدرات بطبيعة الحال. والآن نتكلم على إفريقيا، والجزائر دولة من هذه الدول الإفريقية. فالآن هذه الدول الآن يعني هي سوف تتجه مستقبلا إلى الجزائر، تتجه الآن. نحن رأينا كيف لما اندلعت الحرب الأوكرانية الروسية، كيف يعني كان هناك يعني ولوج كثير مسؤولين الأوروبيين من الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر من أجل ضخ مزيد من الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي، هذا نظرا للمكانة الاستراتيجية التي تتميز بها الجزائر بطبيعة الحال. والجزائر زادت من إنتاجها للغاز الطبيعي ووفرت نعم تفضل. في هذا السياق أستاذ، أستسمحك فقط على المقاطعة، فيه فوروم للغاز الطبيعي، فوروم دولي سيتم عقده يعني الفترة أو ابتداء من 29 فبراير، هل من معطيات وتفاصيل أوفى حول هذا الفوروم وانعكاسه على الجزائر؟ صحيح، هذا فوروم الدول المصدرة للغاز الطبيعي، GECF Gas Exporting Countries Forum. فالجزائر من الدول المؤسسة لهذا الفوروم، تأسس سنة 2001 في طهران، وهي من الدول المؤسسة. فالجزائر كما قلت لك دولة مؤسسة في هذا الفوروم، وهي الآن يعني نجحت هذه السنة يعني بين 29 فبراير إلى 3 مارس سوف يكون هذا المنتدى هنا في الجزائر بطبيعة الحال، وهو يكون بحضور يعني 12 رئيس دولة وحكومة. هو يعني فوروم يعني ذو أهمية كبيرة استراتيجية، اختيار الجزائر
لم يكن صدفة، لأن الجزائر كما تعلمون أوفت بعقودها، ساعدت الكثير الأوروبيين في أزمتهم عندما كانت لهم مشكل كبير في واردات الغاز الطبيعي من روسيا، ونعرف كلنا المشاكل التي يعني هناك. فدول الاتحاد الأوروبي لجأت إلى الجزائر. الآن الجزائر بمكانتها يعني الجغرافية القريبة جدا، أنوه على نقطة يعني أراها جد بالغة الأهمية. لما يعني الكثيرون يتحدثون على الغاز الطبيعي ويتحدثون على انبعاثات الغاز، يعني انبعاثات الكربون الناتج عن الغاز الطبيعي، الجزائر من الدول التي تصدر الغاز الطبيعي بأقل انبعاثات غاز كربون. أقول لك لماذا؟ لأنه أعطيك مثال، الولايات المتحدة في العامين الماضيين أصبحت أكبر دولة موردة للغاز المسال للاتحاد الأوروبي. لكن الباخرة سيدتي تأتي من الولايات المتحدة، يعني من أمريكا، وهي تطلق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حتى الاتحاد الأوروبي. نحن لدينا أنبوبين، واحد إلى إيطاليا والآخر إلى إسبانيا. لما نبعث الغاز الطبيعي بحالته الطبيعية غازية إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق الأنابيب، نحن لا في نقله في يعني في البروسس في النقل لا تكون هناك انبعاثات كبيرة للغاز الطبيعي. فالجزائر تساهم بطريقة غير مباشرة في تخفيض في صناعة النفط والغاز، تساهم في توريد منتجاتها وبأقل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يعني التخفيف من التلوث بطبيعة الحال. يعني ارتباطا بالغاز الطبيعي، الجزائر وشركة سوناطراك وضعت الآن خطة من هنا إلى 2030 لتخفيض ما نسميهم غاز الاحتراق لغاز طوغشي بأقل من 1% إلى سنة 2030. فهذه الخطة يعني التي تقوم بها الجزائر بالنسبة للنفط والغاز، يعني أهلها أن تكون ربما يعني بحضورها الدولي أن سوف تنظم هذا الفوروم، ويكون أعتقد أنه سوف يكون فوروم يعني ذو أهمية كبيرة بالنسبة للجزائر. طيب ما في هي هذا أبرز الفوروم ربما نعم تفضل إذا كانت لديك إضافة. صحيح، في هذا الفوروم يعني فيه يعني جديد، وهو أن سوف يفتح هناك المعهد، يعني معهد الفوروم، معهد للبحث في مجال الغاز الطبيعي. فهذا المعهد سوف يكون هنا في الجزائر، سوف يتولى الدراسات التقنية الاستراتيجية، سوف يضع يعني نظرة، سيتم الإعلان عن ميلاد معهد جديد فيما يخص الغاز الطبيعي بطبيعة الحال. سوف يعني سوف يدشن هذه المرة في الجزائر، وسوف يضع الأوتلوك يعني نظرة ل 2050. هذا المعهد سوف يصون يضع سياسة بالنسبة للغاز الطبيعي للدول المشاركة فيه، وسوف يقوم بدراسات تقنية وتجارية بالنسبة للغاز الطبيعي، وسوف يركزون على أهمية الغاز الطبيعي كومينارجي دو ترانزيسيون، يعني الطاقة نوع من التحول. نعم نوع من التحول، والطاقة محبذة بالنسبة للتحول الطاقوي، لأنه انبعاثاته منخفضة جدا مقارنة بالنفط وكذلك مقارنة بالفحم. فهذا المعهد من شأنه أن يكون وسيلة أداة تقنية علمية تساهم وتفيد كل أعضاء هذا الفوروم من أجل وضع استراتيجيات بالنسبة لصناعة يعني صناعة الغاز الطبيعي في العالم. نعم، بالإضافة إلى هذا، ما هي أبرز المحاور التي ستتناول أو تتناول خلال هذا الفوروم الذي تحتضنه الجزائر والخاص بالغاز الطبيعي؟ صحيح، الغاز الطبيعي سيدتي الآن هناك تحديات كبيرة تواجه صناعة الغاز الطبيعي في العالم. الغاز الطبيعي الآن 2023 يعني إنتاج الغاز الطبيعي في العالم كان 4 تريليون كوبيك متر، يعني 4 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وكانت هناك زيادة ب1%. لما نقول زيادة 1% لإنتاج الغاز الطبيعي في هذه الكمية، هو زيادة 40 مليار متر مكعب. فزيادة، لماذا زيادة الغاز الطبيعي؟ لأنه جزء كان جزء من الطاقة الآن، يعني لما نصنع طاقة كهربائية يعني سيارة كهربائية، نحن ننزع يعني حصة من النفط، فلذلك الآن هناك تحول إلى الغاز الطبيعي، لأن الغاز الطبيعي كما قلت لك يستعمل كطاقة، يستعمل في فيرتلايزرز يعني في الأسمدة، يستعمل كذلك في الصناعة، وبطبيعة الحال هو يساهم يتماشى مع السياسة الدولية في التحول الطاقوي، لأن انبعاثاته منخفضة يعني مقارنة بالطاقات الأحفورية الأخرى. الآن ما يحدث بالنسبة للغاز الطبيعي، الغاز الطبيعي الآن يعني وكأنه صار يعني حدث
يعني تحول كبير سنة 2022 في فبراير 22 لما وضع الاتحاد يعني انطلقت الحرب اندلعت الحرب في أوكرانيا وروسيا. نعم. الاتحاد الأوروبي وتأثيرات الأزمة الجيوسياسية بطبيعة الحال الاتحاد الأوروبي كان يستورد حوالي 155 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا عبر الأنابيب. نعم. يعني سيدتي دعيني أركز كثيرا على الغاز الطبيعي في هذه النقطة. نعم. الاتحاد الأوروبي كان يأخذ 155 مليار متر مكعب أغلبها عبر الأنابيب من روسيا. الآن ما حدث الآن هو أن الغاز الطبيعي الآن أصبح يسوق على LNG الغاز المسال. لما نقول الغاز المسال يجب أن نخفض درجة حرارة إلى نقص درجة حرارة إلى نقص 160 درجة. نعم. وبالتالي الغاز الآن أصبح ذو قيمة كبيرة. وصلت وحتى الفكرة. نعم. سيدي شكرا جزيلا لك المهندس شعيب بطمين الخبير الدولي في الطاقة والمناجم على كل التحليلات التي قدمتها لنا اليوم في برنامج ما بعد المنتصف. شكرا شكرا لكم جزيلا. إذن مشاهدينا الآن نذهب مباشرة إلى غرفة الأخبار لمتابعة هذا الموعد الإخباري. مجتمع. استقامة. ومن الأزمة همة، ومن اليأس انتصار. من واقعنا برنامجكم الأرحب الأكثر صيتا وتوصيلا لانشغالات الأربعاء 55 دقيقة على القناة الثالثة الإخبارية. من ولاية باتنا أين سيتمحور الحديث بخصوص التكفل بالمصابين بداء السرطان من خلال مركز مكافحة السرطان بهذه الولاية التي استحدث وأنشئ سنة 2012 بوحدتين فقط، وحدة الدم ووحدة العلاج الكيميائي. بعدها خطى خطوات مميزة في مجالات أخرى في وحدة أخرى، واليوم أيضا سيدخل حيز التنفيذ عدة وحدات سيما فيما يخص زراعة النخاع العظمي من متبرع إلى آخر، أيضا تطوير الطب النووي في التكفل بالمصابين بالسرطان. ضف إلى ذلك اختصاص هو الوحيد على المستوى الوطني هنا بمركز مكافحة السرطان بولاية باتنا، يتمثل بالعلاج الكيميائي الحراري الباطني، وسنعود إليه بالتفاصيل خلال هذه الحصة. شريان الصحة مع وهيبة بوعزيز أمزال الأربعاء 56 دقيقة على القناة الثالثة الإخبارية. متواصلون معكم دائما مشاهدينا في برنامج ما بعد المنتصف. ملفنا الموالي سنخصصه للحديث عن جديد بنك التنمية المحلية، والذي يدخل في إطار مساعي البنك العمومي لتعزيز الشمول المالي. لمزيد من التفاصيل حول هذه الخدمة الجديدة ولتسليط ضوء على رقمنة التعاملات المالية، تحضر معنا مديرة وسائل التسديد ببنك
التنمية المحلية سيدة نوال طالب، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. شكرا على تلبية الدعوة. بداية، فيه العديد من الخدمات التي تدخل في إطار تسهيل وتقريب الخدمة إلى الزبون، آخرها خدمة جديدة تتمثل في حساب بنكي عن بعد. ما هي تفاصيل هذه العملية سيدتي الكريمة؟ شكرا على السؤال. بداية، يسعى بنك التنمية المحلية دائما لمواكبة كل ما هو عصري، وذلك من خلال إطلاقه العديد من الخدمات الحديثة التي تساهم في تسهيل الحياة اليومية للمواطن الجزائري من جهة، ومساعي البنك لتعزيز الشمول المالي الذي يعتبر تحدي دائم لبنك التنمية المحلية لخدمة الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. من أهم الخطوات التي قام بها بنك التنمية المحلية هو أولا عصرنة نظامه المعلوماتي، حيث أصبح منذ سنة 2017 نظام معلوماتي مركزي، حيث الزبون أصبح زبون للبنك وليس فقط للوكالة التجارية المواطن فيها. إضافة إلى ذلك، إطلاق العديد من الخدمات والمنتوجات المواكبة لآخر تطورات التكنولوجيا. في هذا الصدد، قام بنك التنمية المحلية في 7 جانفي 2024 بإطلاق خدمة رقمية جديدة والمتمثلة في خدمة الفتح المسبق للحساب البنكي عبر شبكة الإنترنت، وهي خدمة موجهة بداية للأفراد. هذه الخدمة، شكون يقدر يستفاد من هذه الخدمة؟ أنها كل المواطنين الجزائريين يقدروا يستفادوا من هذه الخدمة، يعني والمواطن الجزائري وهو جالس في بيته بكل أريحية يستطيع عبر منصة بنكي عن بعد. بالطبع، يستطيع فتح حساب بنكي عن بعد. اليوم ما يخفلناش بلي كاين تقريبا 70% من الجزائريين اللي عندهم اكسي انترنت ادي اس ال، وكاين 50% من الجزائريين اللي راهم على مواقع التواصل الاجتماعي. دونك هذه الخدمه جد سهله ومبسطه. كيفاش تتم هذه الخدمه؟ دونك المواطن الجزائري ما عليه الا انه يلجا للموقع الالكتروني لبنك التنميه المحليه اللي هو www.bdl.dz، وين تما يلقى ان ليان، لهذاك لو ليان يديه ديريكتومون لهذ المنصه، منصه خدمه الفتح المسبق للحساب البنكي. هل لديكم ربما ارقام او احصائيات فيما يخص عدد الزبائن الذين فتحوا يعني حسابات بنكيه عن بعد منذ اطلاق هذه الخدمه؟ هذه الخدمة هي جديدة، تم إطلاقها هذا اليوم منذ يومين، ولاحظنا في الأيام في الساعات الأولى إقبال العديد من الزبائن. وأيضا لقينا، باسكو علاش حنا رانا متواصلين باستمرار مع الزبائن تاعنا سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، وين تلقينا كما يقولوا ان فيدباك بوزيتيف، لقينا بالاستحسان، فوالا استحسان من كما يقولوا من طرف الزبائن. طيب، بالنسبة لهذه الخدمة قلت سيدتي الكريمة أنها موجهة للأفراد، هل ستتوسع يعني لاحقا لتشمل حتى المؤسسات؟ بالطبع، احنا علاش الخدمة هذه في البداية قمنا بإطلاقها بالنسبة للأفراد؟ لأنه قبل ما قمنا بإطلاق هذه الخدمة درنا ما يسمى بأونافي يونيتي دو مارشي، وأيضا درنا صبر دراسة للسوق. بالطبع، لقينا باللي الاكثر طلبا لهذه الخدمه هما الافراد. دونك حنا سبقنا وين كما يقولوا اون لانسي هاد سيت سوليوشن، لانسينا اون كما يقولوا مي على ديسبوزيسيون لي سيتويان الافراد. بعد ذلك كما يقولوا نكملوا نوفروها للمؤسسات. ايضا ما يخفالكش باللي عمليه فتح حساب للفرد تختلف على عمليه فتح حساب للمؤسسات، لانه في المؤسسات في غالب الاحيان تكون هناك ازدواجيه التوقيع، استادير لو جيرون كو جيرون دي فوا لازم لي دو يسين باش يفتحوا الحساب.
هاد العملية نكمل كيفاش تتم. دونك قلنا بليك اترافير لو سيت انترنت دو لا بي دي ال اللي هو www.bdl.dz كما يقولوا كاين ان ليان اللي يوجه ديريكتومون لهاد المنصة وين يقوم المواطن بملء استمارة يملء بياناته الشخصية بعد ذلك يقوم بتحميل ولا إلحاق ملف إداري اللي هو متكون من شهادة ميلاد، بطاقة الإقامة ونسخة من بطاقة التعريف، وهذا ما ينص عليه القانون الجزائري. بعد ذلك يأخذ موعد توجور أونلاين، يأخذ موعد باش يتوجه للوكالة التجارية اللي راهو حاب يحل فيها الحساب البنكي. سيتادير كما يقولوا جميع الإجراءات يديرهم أونلاين، ما عليه بعد ذلك انه يتوجه للوكاله التجاريه باش يكون ان كونتاكت فيزيك. نعم. مع لاجونس، وثانيك تما يمضي على لو سبيسيمان دو سيناتور باش ناخذوا كما يقولوا الامضاء نتاعو، يمضي على استماره الامضاء. نعم، وهو كذلك. سيدتي نذهب الى فاصل قصير ثم نعود ثانيه. حديث عن ظروف وأجواء تربص المنتخب الوطني الجزائري، تأكيد دور كوادر المنتخب في الحفاظ على روح المجموعة، وتثمين قرار رئيس الجمهورية في التكفل بنسبة 50% من تذاكر المناصرين المتنقلين إلى الكوت ديفوار، كل هذا في حوار حصري عبر قنوات التلفزيون الجزائري مع الناخب الوطني جمال بلماضي. انتظرونا. أنيس مزيان في حوار خاص مع الناخب الوطني جمال بلماضي من مقر المعسكر التحضيري للخضر بالعاصمة التوغولية لومي، هذا المساء 6:15 على القناة 3 الإخبارية. إذن سيدة نوال، نستكمل النقاش فيما يخص الخدمة الجديدة التي تم إطلاقها من طرف بنك التنمية المحلية. تحدثنا أنه هذه الخدمة هي موجهة للأفراد نظرا لعدد الطلبات على هذه الخدمة. بالنسبة للعملية تتم عن بعد، هل كل المعطيات مؤمنة؟ وهل بنك التنمية المحلية أخذ بعين الاعتبار حماية البيانات الشخصية للزبائن؟ بالطبع هذه العمليه مؤمنه 100%. بنك التنميه المحليه قبل ما قام كما يقولوا اطلاق هذه الخدمه تاكد بانه جانب الحمايه مؤمن 100%، وهذا وفقا لما ينصه القانون ووفقا بما هو معمول به دوليا. نتوجه للمواطنين ونطمئنهم بان هذه العمليه مؤمنه 100% من ناحية حماية الأموال تاعهم، وأيضا من ناحية حماية معلوماتهم وبياناتهم الشخصية. نعم، فقط حتى نستكمل النقاش بخصوص أنواع الحسابات التي يعني تسمح بها هذه الخدمة. هذه الخدمة تسمح بفتح مختلف الحسابات البنكية، منها الحسابات البنكية الجارية لي كونت كورون، حسابات دفتر توفير، وحسابات العملة الصعبة. طيب سيدة، طالب الحديث عن هذه الخدمة الجديدة يقودنا للتوقف عند أهمية العملية، خاصة في ظل مواكبة التطورات الحاصلة على مستوى العالم فيما يخص الرقمنة، وخصوصا ونحن في سنة 2024 والتي ستكون سنة التحول الرقمي وعصرنة العمليات البنكية مثل ما تم التصريح به سابقا، أليس كذلك سيدتي؟ بالطبع بنك التنمية المحلية يقوم ويسعى دائما برقمنة مختلف الاختصاصات البنكية مثل القروض، الصرافة الإسلامية، تسيير السيولة، البطاقات البنكية، الحسابات البنكية. نحن نعمل جاهدا في هذا المجال، وسوف نقوم في المستقبل القريب إن شاء الله في إطلاق منصة تسيير القروض عن بعد وبطريقة رقمية، كما أننا في الوقت الراهن نقترح عملية بنكية رقمية مثل التحويلات ودفع الفواتير والرواتب والتي سجلنا فيها نتائج جد مرضية. يعني في أشواط متقدمة جدا فيما يخص الرقمنة على مستوى بنك التنمية المحلية. بالطبع، أضف إلى ذلك أن بنك التنمية المحلية قام بفتح مجالات مخصصة لفضاءات رقمية
كما بدينا وين فتحنا فضاء رقمي في الجزائر العاصمة. هذا الفضاء الرقمي متكون من موزعات آلية وشبابيك بنكية، وهي متوفرة عمليات متوفرة على مدار الساعة وعلى مدار الأسبوع، وين المواطنين الجزائريين يقدروا يتوجهوا لهذه الفضاءات باش يقوموا بعمليات البنكية تاعهم بكل أريحية بدون ما يتوجهوا إلى العمليات إلى الوكالات التجارية. وكاين مختلف على مستوى هذه الفضاءات، هناك مختلف العمليات يقدر يقوم بها الزبون. بنك التنمية المحلية. نعم، من خلال سحب الأموال، إطلاع على الرصيد، القيام بمختلف التحويلات، الكوموند دو شيكي كما يقولوا تانيك، طلب البطاقات البنكية، حتى مم على المستوى الفضاءات يقدر يفتح الحساب البنكي تاعو وإلى آخره من الخدمات. طيب، السنة الماضية سيدتي تم افتتاح وكالات تجارية جديدة في إطار توفير خدمات جوارية للزبون ذات جودة والتقرب أيضا من الزبائن. هل ستتواصل هذه الديناميكية وهذه الحركية خلال هذه السنة الجديدة؟ بالطبع، قام بنك التنمية المحلية بتدشين العديد من الوكالات التجارية في الأونة الأخيرة، وهذا من أجل توفير خدمات جوارية ذات جودة ونوعية والتقرب أكثر من الزبائن. كما دشنا البنك منذ بداية سنة 2023 ستة وكالات تجارية في كل من ولاية المسيلة، برج بوعريريج، جيجل، جزائر العاصمة، وأخيرا وكالة حاسي بحبح في ولاية الجلفة. حاليا يضم بنك التنمية المحلية 166 وكالة تجارية متواجدة عبر جميع التراب الوطني، وهذه العملية مستمرة، كما سيقوم البنك مستقبلا بتدشين العديد والمزيد من الوكالات البنكية عبر كامل التراب الوطني. في نقطة أخرى مهمة سيدتي متعلقة بالمجهودات التي بذلت والتي قام بها بنك التنمية المحلية في مجال تطوير الدفع الإلكتروني، هل يمكن إعطائنا يعني كأنموذج بنك عمومي يعني يقطع أشواط في مجال الدفع الإلكتروني، هل من تفاصيل؟ بالطبع، احنا كبنك التنمية المحلية نقدر نقول أنه قمنا بمجهودات كبيرة في هذا المجال، حيث بنك التنمية المحلية في الآونة الأخيرة قام بتنصيب العديد من أجهزة الدفع الإلكتروني عبر جميع التراب الوطني، حيث اليوم عندنا أكثر من 8500 جهاز إلكتروني منصب عبر جميع ولايات الوطن، وهذا الأجهزة قدرنا نسجله أكثر من 1,000,000 عملية خلال سنة 2023، لأن البنك كما يقولوا احنا كبنك تنمية محلية الهدف تاعنا ليس فقط تنصيب الأجهزة بل تنصيب الأجهزة وأيضا السهر على استعمالها، استادير اون ساسور كو لو كوميرسون يستعمل الجهاز نتاعو وتانيك يحطو تحت كما يقولوا تصرف الزبون او المواطن. الزبون اكزاكتومون. وايضا حنا بنك كبنك تنمية محلية وكان نعتمد على الاحصائيات اللي تتمدها لاساتيم، رانا رائد بنك تنمية محلية راهو رائد في هذا المجال، حيث اكثر من 32% من كما يقولوا المعاملات الالكترونيه راهي تندار على سور لو بارك تي بي دو لا بي دي ال، هذا فيما يخص الدفع الالكتروني الجواري. نعم، معناها لو بايمون سور لي تي بي او. دوكا كاين ان اوتر فولي اللي هو لو بايمون الكترونيك اللي هو الدفع الالكتروني عبر شبكه الانترنت. هنا ايضا بنك التنمية المحليه قام في الاونه الاخيره بمرافقه العديد من المتعاملين الاقتصاديين والتجار في هذا المجال، حيث نلاحظ ان هناك اقبال كبير على هذا الخدمه. لو كان نروحوا ثاني الاحصائيه نلقاو بلي العمليات ضعفت، هذا ما يدل على كما قلت ديناميكية كبيرة فيما ديناميكية يخص الدفع الإلكتروني في الجزائر بالطبع، وخاصة بنك التنمية المحلية قام بمرافقة حسب ما
كما يقولوا تنص عليه السلطات العمومية. قمنا بمرافقة العديد من ليزونتربريز بوبليك وين وفرنا لهم خدمة الدفع الإلكترونيك سواء الجواري ولا لو بايمون أونلاين. مثل ناخذ على سبيل المثال عندنا لي كليون تاعنا مع سوغال لاكناس لي ديفيرون كومباني دو داسورونس. وكذلك سيدتي أعتقد أنه الرسالة وصلت فيما يخص الخدمات التي يقدمها بنك التنمية المحلية وأيضا الأشواط الكبيرة التي قطعها هذا البنك العمومي في عملية الرقمنة. شكرا جزيلا لك يا سيدة نوال طالب، أنت مديرة وسائل التسديد ببنك التنمية المحلية. شكرا على الاستضافة. شكرا. إذن مشاهدينا متواصلون معكم بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. انتصار. من واقعنا برنامجكم الأرحب الأكثر صيتا وتوصيلا لانشغالاتكم واهتماماتكم وقضاياكم الاجتماعية. الأربعاء 55 دقيقة على القناة الثالثة الإخبارية. حديث عن ظروف وأجواء تربص المنتخب الوطني الجزائري، تأكيد دور كوادر المنتخب في الحفاظ على روح المجموعة، وتثمين قرار رئيس الجمهورية في التكفل بنسبة 50% من تذاكر المناصرين المتنقلين إلى الكوتيفوار، كل هذا في حوار حصري عبر قنوات التلفزيون الجزائري مع الناخب الوطني جمال بلماضي. انتظرونا. أنيس مزيان في حوار خاص مع الناخب الوطني جمال بلماضي من مقر المعسكر التحضيري للخضر بالعاصمة الطوغولية لومي، هذا المساء 6:15 على القناة الثالثة الإخبارية. إلى قطاع الفلاحة مشاهدينا لنسلط الضوء على واقع الحمضيات في الجزائر، القدرات والإنتاج وعن دعم الدولة للمستثمرين الفلاحين. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تحضر معنا مديرة محطة بنيابة للمعهد التقني السيدة زهية درارني. أهلا وسهلا. سلمك عايشك، مرحبا بك. إذن الجزائر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال شعبة الحمضيات التي تعتبر من الزراعات الهامة سواء من حيث النوعية أو حتى الكمية. بداية دعينا نتحدث عن هذا الواقع. الواقع الحمضيات في الجزائر، يعني معروف الحمضيات يعني الشعبة، يعني القيمة يعني والجودة في التجارة الدولية للجزائر، والمعروفة يعني في الحمضيات يعني كنصنفوها يعني في السنوات الماضية يعني في الإنتاج حققت يعني منتوج يعني حوالي 16 مليون في القنطرة، يعني بمساحة مقدرة 80,000، يعني لحقت حتى يعني مساحة مقدرة 80,000 في الهكتار. ويعني والزراعة والحمضيات يعني ما هي معروفة. الولايات الرائدة في مجال الحمضيات سيدتي؟ الولايات يعني هناك حمضيات يعني تختلف يعني من ولاية إلى أخرى. يعني هناك يعني ولايات معروفة بالحمضيات مثل البوليدة التي تحتل المرتبة الأولى يعني في الحمضيات،
وتليها تيبازا شلف المعروفة، معسكر، تلمسان، بومرداس، يعني هذه المناطق يعني معروفة في الانتشار الواسع للحمضيات. نعم، كيف يمكن تعزيز قدرات الإنتاج إذا تحدثنا عن التزايد في الاستهلاك سيدتي الكريمة فيما يخص هذه الشعبة، دائما شعبة الحمضيات في الجزائر؟ يعني تعزيزات في هذا المنتوج، يعني واش الحد، يعني تعزيز قدرات الانتاج في ظل تزايد الطلب على الاستهلاك. يعني طلب على الاستهلاك، يعني نحن ننصحوا كاين هناك يعني الفلاحين، باسكو عندنا الفلاحين مدى بينا يعني يوفروا هذا المنتوج، مدى بينا ما يكونش يعني هذا المنتوج يعني في 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 فصل يعني محدد، ولا يعني مدى بينا يكون في عام، في يعني على مدار السنه. سخطوا يعني الفلاحين هادو، ما نصحوهم يعني باش يعطوا العناية ويعطوا الأهمية لهذا المنتوج، باش يكون هذاك المنتوج يعني يوصل للمستهلك يعني في الوقت المناسب. وتاني يعني سخطوا يعني حاجة اللي نقدوا باش نراعوها، يعني مدى بينا يعني أخوانا الفلاحين باش يحترموا المواعيد القطف، يعني مواعيد هادو الجني هادو الفواكه، ويعني يعطوا لها يعني كل فاكهه يعطوا لها الوقت المناسب نتاعها، يعني باش كي تلحق يعني المستهلك وكي توصل له. يعني دوك حنايا المستهلك نتاعنا كي يروح يشري حبه، نقولوا حبات تينا، ولا يشري كيلو تاع تينا، مادا به هو كي يديه للدار شغل ياكل صح تينا، ياكل شغل كيما حنا نقولوا عندها القيمه نتاعها، يعني في سخطو يعني السكريات، يعني لحق الدوغري نتاعها نسبة درجة الضوء النضج والدرجة يعني في السكريات يكون في مرتفعة. طيب سيدتي، أثرتي نقطة مهمة فيما يخص إنتاج الحمضيات حتى تتلائم مع كل أشهر السنة. باعتباركم معهد تقني للأشجار المثمرة والكروم، هل في دراسات قمتم بها في هذا الإطار حتى تكون فيه أو حتى يكون فيه الإنتاج يتلائم مع كل أشهر السنة وتكون في الحمضيات موجودة في السوق الجزائرية في كل أشهر السنة؟ نعم نعم، يعني هناك يعني برامج يعني من وزارة الفلاحة، يعني من السلطات المختصة، يعني وزارة الفلاحة في هذا الميدان، يعني ننصحوا احنا الفلاحين، إخواننا الفلاحين، يعني باش هناك باش يكون يعني منتوج وافر، يعني منتوج في الوقت المناسب. هناك لازم يراعوا احترام المسار التقني يعني من طرف المعاهد، يعني كمعهد نتاعنا معهد التقن الاشجار المثمره وكروم التي يعني تعمل يعني وتطوير هذا المنتوج، ويعني سخطوا يعني نعطوا لهم النصائح التقنيه، يعني باش هذا الفلاح يقدر يتبعهم يعني ويطبقهم، صدق ما نقولش غير يتبعهم ولا يعني التطبيق في الميدان. يعني كي يقولوا التطبيق في الميدان لازم يحترم شنو حاجه الاولى، لازم يعرف يعني التقليم، وقتاش يدير التقليم الاشجار نتاعو، وقتاش يدير يعني لي باش تاع لي زونغري تاع النظف الاسمده الكيميائيه و والعضويه. ثاني السقي معروفه يعني سخطه في الجزائر، يعني السقي يعني الشح الامطار، يعني السنوات يعني اعتماد التقنيات الحديثه السنوات، يعني ننصحوا الفلاحين باش يعتمدوا على السيستم التقطير لو غوتا غوت هذا، يعني نقتصدوا الكميه المياه، يعني المعروفه يعني الشتاء ما كانش، احنا ننصحوا الفلاحين باش يتقيدوا بهذا النصائح المعاهد، يعني يتبعوهم يعني حتى باش يكون عنده انتاج نتاعو وافر، ويكون منتوج يعني ذات جوده. باسكو ذات جوده، باسكو حنا نحوسوا عليها الكثره هو الجوده. نعم، كمعهد تقني لاشجار المثمره سيدتي، هل تعملون يعني الارشاد الفلاحي بالنسبه للفلاحين؟ هل تقومون بهذه العمليه؟ نعم، هناك دورات يعني يقوم بها المعهد، مثل بروغرام بيغشات، هذا البروغرام يعني مسطر من وزاره الفلاحه، يعني لاخواننا الفلاحين نعطوا لهم تانيك
التكوين أيام تكوينية يعني وإرشادات يعني في النصائح وخاصة يعني في التقنيات اللازمة اللي يقدر يتبعها الفلاح ويقدر يعني إنسان الفلاح يعني فلاح ما يقدرش يعرف صح كي يجي لنا المحل نتاعنا نقدر نوجهوه ونصحوه نمروا له ويعتمد على هذوك النصائح. نعم كانت في ايضا جلسات وطنيه لبحث سبل تطوير شعبه الحمضيات، هل شاركتم في هذه الجلسات الوطنيه؟ نعم هناك يعني صالون يعني في القطاع يعني كل عام هذا الصالون في الحمضيات، يعني احنا كل عام يعني الفلاحه يعني راهي تعمل يعني جاهده في هذا السخط يعني بتطور هذا المنتوج وخاصه يعني هذا الصالون يعني واش دار كما احنا نقولوا يعني هناك يعني اخترع مسافه بين الفلاح باش يكون يعني الفلاح يطرح انشغالات نتاوعو سخته يعني في المجال يعني في مجال التسويق في مجال الاستثمار يعني من اجل تطوير هذه الشعبه. خاصة انه وزاره الفلاحه كانت قد سطرت برنامج خاص لتطوير هذه الشعبه بالاعتماد على تقنيات الغراسه الحديثه، يعني الفلاح بحاجه للتعرف على هذه التقنيات حتى يطبقها على ارض الواقع. نعم يعني هناك تقنيات من هذه التقنيات الحاجه الاولى احنا الفلاحين كيجيو لينا المعهد نتاعنا اللي نقول لهم يعني كاين دي كريتير لازم يتبعهم هذو لي كريتير وشنوهم الحاجه الاولى باش يدير البلانطاسيون تاعو ولا باش يدير الغراسه نتاعو يدير تحليل التربه هدفه باش يعرف واش من حامل الطعم اللي حيقدر يتأقلم في هذه التربة. يعني حامل الطعم يعني عنده دور كبير باسكو يعني حامل الطعم هذا يمشي مع التربة. صديق حنا ما عرفناش التربة نتاعنا واش راح تقدر تجي ما نقدروش نعرفه باسكو حنا حاجة الأولى في الدراسة يعني مشروع باش نبداو في المشروع نتاعنا لازم كاين تقنيات لازم تبعهم من بينها لي زالي دو سول تاعو باش يعرف الحامل الطعم اللي حيقدر يجي لو كليما باش يعرف لا فاريتي اللي اسكو هذيك لا فاريتي تادابتي تتاقلم في هذاك المكان ولا ما تاقلمش باسكو يقدر هو يدير غلطه ولا من بعد يجي يقول لك انا ما عرفش ولا بصح نورمالمون حنايا كاين معاهد راهي مختصه توجه توري الفلاح كيف يخدم كيف يدير وهذاك الفلاح يعني يتبع هذوك الارشادات التقنيه تاع المعاهد والكيما احنا المعهد نتاعنا يعني مختص في هذا الميدان سواء في لاطاي ولا في كيف يدير الاسمده نتاوعو كيف يسقي كيف يغرس يعني كاين يعني تقنيات كما كاين معاهد اخرى يعني مختصه في حمايه النباتات يعني يقدر يلجا يعني كل معهد له اختصاص الخاص به مثلا المعهد لي ام بي في حمايه النباتات عنده مشكل في الاشجار نتاعو يعني الاشجار نتاعو يعني فيها امراض فطريه ولا امراض بكتيريا ولا يقدر هادو المعاهد المختصه تقدر توجهه تقدر توري له يعني باش يعني يتبع هادو في مكافحه مختلف الامراض التي تصيب الاشجار المثمره. طيب قبل أن نختم سيدتي لابد أن نتطرق إلى أهمية الصالونات والمعارض في تسويق الحمضيات وأيضا في تبادل الخبرات بين المنتجين والفلاحين. يعني الصالونات هذو ما يعني لهم دور كبير واش لاحظنا يعني أعطاه إيجابية يعني سخته للفلاح يعني الفلاح يقدر ما الرسالة نتاعو ما تقدرش توصل يعني على المباشر من الرسالة يعني في الصالونات هذوما يعني الرسالة نتاعو تقدر توصل حتى السلطات المحلية يعني فرصة لتقديم انشغالات للفلاحين وكاين نقطة برك نزيدها في عجالة فقط يعني واش حاجة اللي نقدر نقولها للفلاحين سيدي حنايا المنتوج نتاعنا في الحمضيات ما يكونش متمركز يعني على صنف واحد كليمونتين ولا ونقعدو ناكلو تينا بعد شهر واحد ولا شهرين وما كشتينا ماذا بينا حنايا هذا البرتقال يعني يكمل على مدار سنه صديق مادام كاين لي زور دو سيزون يعني كيما لي البرتغاز لا سونغين هادو لي فاريتي اللي كانوا ديستيني لا ترانسفورماسيون يعني تاع لو جو صديق دوك حنا يعني في الاونه الاخيره يعني الفلاحين اللي
تركوا هذا الاصناف هذوما يعني استغناو عليهم. يعني نتمنوا هذو الفلاحين يعاودوا يرجعوا لهادو باش اموا دوك حنايا نهضوا بالنسبه للمستهلك. يعني اون جينيرال المستهلك دوك بار اكزومبل كيدير الجو نتاعو ولا الجو دو سيترون يعني كل حاجه يعني حاجه بيو ماشي. نعم شكرا جزيلا لك يا سيده زهية دررني مديره محطه بالنيابه للمعهد التقني للاشجار المثمره والكروم على هذه التفاصيل. مشاهدينا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج ما بعد المنتصف. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. موعدنا يتجدد معكم بحول الله غدا نفس التوقيت ونفس القناة. إلى اللقاء.